طبعا انتوا خدتوا في المحاضرة المالتي سورس بروجرامينج وايه الفانكشن والفانكشن بروتوتايب والفانكشن ديكليريشن والفانكشن ديفينيشن. احنا هنحاول يعني نستخدم الحاجات دي، بس قبل ما نبدأ في الامبلمنتيشن او نبدأ نكتب كود عاوزين نأكد على شوية كونسبت معينة كده. حد يعرف او مش عارف الهاش ديفاين؟ الهاش ديفاين في السي بنستخدمها ليه؟ بنستخدم الهاش ديفاين ان احنا نحط نيمينج لسام كونستنت. يعني انا في السي ما عنديش حاجة اسمها ترو او فولس، فانا ممكن اجي كده اقول هاش ديفاين كلمة ترو، وترو ديت هحط قدامها واحد. تعال نروح هنا كده، هاش ديفاين ترو واحد. فايه اللي بيحصل؟ ان قبل ما الكود يكمبايل، انا مثلا هاجي في الكود كده هقول int x equal مثلا 0، فهقول مثلا if x equal equal، بدل ما اقول if x equal equal 1، واللي هيجي بعدي ممكن حد يجي مثلا بعدي في الكود يقول الواحد ده انا بعبر عنه as ان هو true or false. ممكن واحد تاني يقول الواحد ده انا ممكن بعبر عنه اللي هو number number of bit معينة في register. ممكن واحد تالت يقول الواحد ده ممكن أنا بعبر عنه بأي واحد اللي هو أو symmetric number عادي خالص. فإحنا بقى بنحل المشكلة دي إزاي؟ إن إحنا نكتب كود readable، إن حد يجي بعدنا يستخدم الكود نعرف إحنا قصدنا إيه بالواحد ده. فبنستخدم الهاش ديفاين. الهاش ديفاين بنستخدمها إزاي؟ أنت بتيجي تكتب هاش ديفاين، تكتب الاسم اللي أنت عاوزه، بعدين سبيس، بعدين الحاجة اللي انت كل ما الاسم ده تلاقيه في الكود عاوز البريبروسيسور يشيل الاسم ده ويحط الحاجة دي. فاحنا هنا لما اجي استخدم هاش ديفاين ترو واحد، فهقول اما اجي اقول كده اف اكس ايكوال ايكوال ترو، فعلى طول بقى اللي هيجي يقرا الكود مكاني، هو اول حاجة equal equal to ده ايه اللي بيحصل؟ شكل قلنا هو بيحصل text replacement بالمعنى الحرفي، ان البي بروسيسور بيجي قبل ما الكومبايلر يبتدي شغل، قبل ما الكومبايلر يبتدي يكومبايل هو بيشيل الكلمة تو ديت ويحط واحد. فكده كسي instructions او كسي syntax مفيش اي مشكلة. بس احنا قبل ما احنا يعني عشان الكود لينا، فاللي هيجي مثلا يكتب الكود كده اف اكس ايكوال ايكوال ترو، فساعتها خلاص هي ترو ديت واحد. طب الواحد ده انا فهمت ان هنا انا بتشك ان الحاجه دي ترو او فولس. احنا مثلا ممكن انا اجي هنا اقول هاش ديفاين مثلا الحاجه اللي احنا خدناها مثلا في ريجستر register x مثلا، واللي هو الاكسبيشن المعقد اللي احنا كنا بنعمله ده اللي هو البوينتر مثلا int وبعدين الادرس 0x ff ايا كان. فايه اللي بيحصل برضو؟ اما انا هاجي كده هقول register x equal اي حاجه، فككود ريدابيليتي هو احنا دلوقتي شايفين اكننا بنكتب في فاريبل ونريد في فاريبل، بس فعليا اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان البي بروسيسور بيقوم شايل ريجستر اكس ده ويقوم حاطط الاكسبريشن معقد ده. فاحنا لو جينا كتبنا اكسبريشن المعقد ده كسي ممكن الريدابيليتي ما تكونش احسن حاجه، فعشان كده بنستخدم الهاش ديفاين ان احنا بنحط اسماء. يعني هنا احنا ده الواحد ده يعتبر اكسبشن كسي، لما اقول مثلا واحد بلس واحد
فالواحد ده اكسبيشن والواحد ده اكسبيشن والبلس ده اوبراند، او الواحد ده اوبراند والبلس ده اوبريشن والواحد ده اوبراند. اما انا اقول هاش ديفاين، اقول نيم، النيم اللي انا عاوز احطه هنا، واحط اي حاجه هنا بتعبر عن النيم ده فوق. انت سامعني كده؟ ما دلوقتي ايوه ايوه تمام. انتوا فصلتوا من اول النيم اللي هنا. اوكي، فانا هقول هاش ديفاين النيم ده، هحط اي حاجه انا عاوزها، والاكسبيشن اللي قدامه اي حاجه انا بتعبر عن النيم ده. المثال اللي احنا خدناه ان هو هاش ديفاين ترو 1، ان انا عاوز اعبر عن الترو والفولس باسماء علشان اللي يجي يستخدم الكود يعرف ان احنا بنتشيك على الترو والفولس. المثال الثاني الريجستر، ان انا عاوز احط اسم الريجستر واستخدمه في فوردابيلتي. الاكسبيشن اللي هنا بيتحط ايا كان، ممكن شكل ما قلنا يبقى اكسبيشن معقد كده او اكسبيشن سهله او ايا كان. يعني احنا مثلا بعد كده هنيجي مثلا نقول هاش ديفاين مثلا بوش بول، دي مثلا حاجة في الدرايفر، البوش بول دي مثلا بواحد، فاللي هيجي يستخدم بوش بول بقى هيجي يستخدم الاسم بوش بول ده. هو قدامه ايه؟ هو ككود، هو بيستخدم الكود، هو بيستخدم بوش بول. الفاليو اللي قدامه ممكن تكون واحد او صفر على حسب اللي عملها ديفاين، بس الناس او اللي كاتب الكود هنا اما يجي يقرا الكود السطري ده انا عرفت بدل الواحد ده ساعتها هو خاص بالبوش بول، مش خاص بالترو او مش خاص باي حاجه تانية. ده كده الهاش ديفاين، هو تكست ريبليسمنت بالظبط. في حاجه تانية بقى، او الاسم ده بنسميه في السي ماكرو. في حاجه تانية في السي بقى اسمها بارامترايزد ماكرو. ايه البارامترايزد ماكرو ده؟ ان انا باجي اقول كده هاش ديفاين النيم بتاعي، والنيم بتاعي ده بياخد بارامترز، ممكن مثلا البارامترز دي تكون اكس وواي، وبحط هنا اكسبريشن بيزد على البارامترز الاكس والواي اللي داخلالي هنا. يعني انا مثلا ممكن اجي المثال المشهور بتاعها ان انا ممكن اجي اقول انا عاوز اعمل هاش ديفاين سم، والسم ديت بتاخد اكس وواي. طب ايه اللي يحصل في السم هنا؟ انا هقول اكس اللي جاي لي بلس واي. فانا لما اجي استخدمها هنا في الكود مثلا اقول x equal sum ودي x واحد وy اتنين، فهو اللي هيعمله فعليا ان هو البروسيسور هيروح هيلاقي الاكس ده اتحط واحد، فيقوم حاطط مكان الاكس ده واحد، وهيجي هنا الواي مكانها جالها اتنين فيحط هنا مكانها اتنين. هو بيعمل text replacement. يعني انا مثلا لو انا قلت int var مثلا var 1 equal 7 و var 2 equal 6 او equal 5، وقلت هنا var 1 و var 2، البروسيسور ال var 1 وال var 2 دول جايين للصم اكنهم اسماء مش اكنهم variable، فهو اللي هيعمله اللي هو هيقوم شايل الصم ده كده ويقوم حاطط var1 plus var2 كده البروسيسور عد. لو ال var1 وال var2 دمت ما كانوش ديفايند في الكود ساعتها البروسيسور هيعمل تكست ريبليسمنت بتاعه عادي خالص، بس الكومبايلر بقى يجي يشتغل يلاقي ال var1 وال var2 دمت مش موجودين فيضرب كومبايلر ايرور. لو موجودين فساعتها الكومبايلر هيعدي الستيب بتاعه الكومبايليشن هتعدي.
المشكلة بقى في الباراميترايزد ماكرو ده، اللي هو عشان هو بيعمل تكست بليسمنت بالمعنى الحرفي. فمثلا لو انا قلت، لو الصم ديت هنعتبرها ان هي ملتبليكيشن مثلا كده، وجيت هنا دي مثلا، نقول هنا بدل الصم دي تبقى ملتبلاي، وجيت هنا قلت كده ملتبلاي var 1 بلس var 2 كوما var 2 وهنا بيقول ايه، هنا دي var. فايه اللي هيحصل هنا؟ هو هي ملتبلاي var 1 بلس var، يعني هيقول 7 بلس 5 كده، بعدين يضرب في 5، ولا هيعمل كده؟ يعني الـ expected من الملتبلاي دي 7 بلس 5، مش احنا كـ readability ككود readability، احنا اكننا عاملين هنا function call، function call ان احنا مدينه الارجومنت ده، فهو بيحسب var1 بلس var2 اللي هي 5 بلس 7 ويحطها هنا، وبعدين يروح يحسب var2 بعدين يحطها وبعدين يعمل multiplication. ده اللي هو expected، بس فعليا ما بيحصلش كده علشان هو text placement. فاللي بيحصل اللي هو بيقوم الاكس دلوقتي equal الاكس جايله اكنها، الاكس جايله اكنها كده var1 بلس var2، والواي جايله اكنها كده var2. فايه اللي بيحصل؟ هو بيعمل text replacement، text replacement اللي هو بيعمل var1 بلس var2 في var2. فاللي حصل فعليا اللي هو هيضرب var2 في var2 الاول وبعدين يجمع var1. ده الاكسبريشن كده اللي طالع من المالتيبليكيشن، بس علشان هي خادعة أو أكنها function call، فإحنا حسبنا إن var1 و var2 هيجمعوا الأول وبعدين var2. فال advice اللي هنا إن إحنا أي بارامتر في الديفاين ماكرو حطه بين قوسين، أي بارامتر. يعني أنا هاجي هنا أقول هاش ديفاين النيم بتاعي، النيم بتاع الماكرو بتاعي اللي أنا عاوز بيعبر عن حاجة معينة، وهنا بارامتر 1 بعدين بارامتر 2. فقبل ما استخدم البارامتر 1 والبارامتر 2 بسم الله الرحمن الرحيم كده، هقول بارامتر 1 بين قوس كده، وبعدين بارامتر 2 بين قوس كده، وبعدين بقى اي اوبريشنز هتحصل هنا او ايا كان الاوبريشنز، مش لازم أن تكون في اوبريشن ما بينهم، يعني مش لازم أن يكون في جمع او طرح او ضرب، اي حاجه. الاكسبريشن ده يعني النيم ده هنستخدمه اللي هو يجنريت لنا حاجه نستخدمها، بس احنا عاوزينه جنريت حاجه ريدابل، يعني ان احنا نعرف نقراها. فاحنا النصيحه اللي هنا ان اي بارامتر في الماكرو نحطه بين قوسين الاول، وبعدين نشوف بقى احنا عاوزين نعمل ايه بيه. فاحنا لو جينا كده حطينا اكس بين قوسين واي بين قوسين، فهو هيجي برضه يعمل تكست ريبليسمنت، بس تكست ريبليسمنت هتنزل ازاي بقى؟ هتنزل اللي هي بين قوسين كده var 1 بلس var 2 في var 2. فساعتها دي فعليا الحاجة اللي احنا عاملينها expectation اللي هتطلع من الماكرو ده، ان دول يتعاملوا مع بعض as a one unit، وده يتعامل مع بعض as a one unit، وبعدين يعمل multiply.
فالنصيحة إن أي بارامتر في الماكرو نحطه بين قوسين علشان نحافظ على البريسيدنس، البريسيدنس بين الأوبريتورز في السي عامة بقى، بلس ماينس أو سيميتك أوبريتور، لوجيكال أوبريتور، أي أوبريتور إحنا هنتعامل معاه في السي. تمام كده؟ حد مش فاهم البارامترايزد ماكرو؟ البارامترايزد ماكرو دي احنا بنستخدمها علشان هنعمل بها يوتيلز برضو بس بيزد اون بارامترز. يعني احنا في الهاش ديفاين العادي اللي هو نيم كده، هو نيم ثابت بيعبر عن حاجه كونستنت، في نيم تاني بنديله حاجات، بنديله بارامتر هو بيجنريت حاجه بيزد اون البارامتر ده، بس احنا بنستخدمها بطريقه ريدابل يعني، بس هي دي الفرق الوحيد. انا بس باكد على الحاجات دي عشان احنا هنشوفها في الكود معانا من اول، عشان نمشي على الحاجات اللي احنا معانا. تاني حاجه عاوزين نشوف التايب ديف. التايب ديف كيورد في السي، احنا خدنا في السي مثلا التايبس، ومثلا كاركتر، التايب انت، الطيب فلوت. السي بتيجي تقول لنا انت ممكن تعرف كاستوم طيب ليك وتسميه بالاسم اللي انت عاوزه. ازاي؟ انت هتيجي تعمل طيب ديف، تعمل تكتب هنا الطيب اللي موجود في السي، وبعدين تكتب هنا name of new type، حاجة مثلا شكل كده، type def، type موجود في السي مثلا حاجة شكل ال unsigned character. ال unsigned character ده انا عاوز اديله new name، هو حاجة بنستخدمها في الستاندرد هنتكلم عليها مثلا، اللي هو يو انت 8. فاليو انت 8 ده اللي هي unsigned integer، و8 اللي هو 8 بت. فأنا دلوقتي هاجي كده مثلا هنا طيب def unsigned character يو انت 8. فانا هاجي في الكود هنا، بدل كل شويه ما اقول unsigned character var، لا انا ممكن اقول على طول uint 8 var. فالvar ده هو من نوع uint 8، انا ضفته في السي. السي هتتعامل معاه على اكنه تايب جديد بالrules بتاعه التايبس، وهيعرف في السي ان هو من نوع unsigned character. ودي ليه؟ دي طريقه مور برضو ريدابل اكتر، كل بدل ما كل شويه احنا في الامبيدد بنكون عاوزين نتعامل مع الريجستر، وعاوزين نشوف الريجستر ده يعني بطريقه ريدابل كده هو كام بت على طول. فعلى طول اول ما اقول unsigned 8، فساعتها انا عرفت ان الفاريبل ده السايز بتاعه 8 بت، بنركز قوي على البيت، وانساين بتعامل معاه باريحيه. ممكن هاجي اقول هنا نفس الكلام طيب ديف سايند كاركتر اللي هو انت عادي او اس انت 8، فما اجي هنا برضو هقول اس سايند 8 مثلا 3، فساعتها انا عرفت ان الفاريبل ده 8 بت، مش محتاج افكر بقى هو الكاركتر كام. طيب هقول مثلا طيب ديف سايند كاركتر شورت، الشورت احنا عارفين في السي اللي هو 16 بت، فهقول سايند 16. دي برضك ممكن تحل مشكله الانت. الانت في السي احنا عارفين اللي هو بيزد على الكومبايلر او بيزد على الاركتكشر بتاع المايكرو كنترولر، لا اما 2 بت لا اما 4 بت. فبدل ما انا اجي استخدم انت تايب وانا مش عارف هو
16 ولا 32، فأنا أريح نفسي على طول أقول طيب ديف اللي هو السايند كده سايند مثلا لونج وأسميه انت 32. أنا خلاص هاجي أستخدم الطيب اللي هو بدل انت ده أقول اللي هو انت 32، أو مثلا اللي هو بقى ساين عشان هو عشان نمشي بالكونفنشن ده اللي هو ساين انت 32 فار 5 مثلا كده. فخلاص أنا عارف إن أنا بتعامل مع 32 بت، أنا بتعامل مع 16 بت، أنا بتعامل مع 8 بت. فالتايب ديف هي وسيلة إن إحنا نديفاين كاستوم تايبس في السي. دي تاني توبيك إحنا عاوزين نتكلم فيه عشان اللي هيشوف الحاجات دي في الكود اللي إحنا هنعمله دلوقتي. حد عنده مشكلة في التايب ديف؟ اوكي ثالث توبيك عاوزين بقى نفهم يعني ايه API. الكلمة دي بتفوت علينا كتير. حد عارف يعني ايه API؟ أكيد حد قريها مثلا في documentation، في framework استخدمتوه في بايثون. معنى API اوكي، وانتوا أول حاجة سامعيني؟ تمام مش سامعيني. اوكي تمام، انا متهيالي ان انا عارفه بس مش متاكده من المعلومه اللي اقولها. عادي الكلام يبقى عادي، ما في احنا بنتناقش. هي اللي هو الابلكيشن بروجرامبل انترفيس اللي هو ان احنا بنكونكت ما بين حاجتين ببعض بنستخدمها، ان احنا عايزين مثلا زي في الفرونت اند والباك اند وكده بنبقى عايزين نكونكت حاجتين فبنستخدمها. هي انت كونكت، بس هنفصل بقى معنى كلمة كونكت دي. تمام تمام شكد ما زميلكو قالت API هو application، وهنا في ايه application programming interface. هنمسك كلمة interface كده الأول. interface إن هو معنى إن إحنا بنconnect two systems مع بعض. إحنا مثلاً كنا بنيجي بنسمع عن مصطلح كلمة GUI graphical user interface. إحنا اليوزر إحنا لما بنيجي نتعامل مع جهاز، الجهاز ده بيبقى فيه بوتونز وشاشة وحاجات. البوتونز دي بالنسبة لنا كيوزرز هي الانترفيس اللي بتخلينا نعرف نانتراكت مع السيستم ده. فالسيستم ده بيبروفايد لنا ايه؟ هو مثلا بيبروفايد لنا بوتون اللي هو بيزود حاجة وبينقص حاجة. فأي يوزر هيجي يستخدم السيستم ده مش هيعرف يكونكت بالسيستم إلا من خلال الانترفيس ده. انت ما قدامكش اوبشنز الا تعلي وتوطي، ما عندكش اوبشنز الا مثلا في ويل كده تقدر تقعد تلعب فيها. مثلا ممكن اوبشن تاني اللي هو تيرن اوف وتيرن اون مثلا ده. فالسيستم ده احنا مش هنعرف يعني اما تيجي تنتراكت مع السيستم اول حاجه هيقول لك انت لازم تروح تيرن اون السيستم. طب هتيرن اون السيستم ازاي؟ الحاجة الوحيدة اللي هتعرف من خلال الـ API أو من خلال الـ GUI اللي اليوزر بينتراكت معاه، مش هتعرف تنتراكت معاه إلا من خلال البوتون ده. فأنت لا هتيرن أون لا هتيرن أوف. فهي الانترفيس هي حاجة السيستم بيبروفايدها علشان أي يوزر يعرف يتعامل معاه كده كـ GUI. طب إحنا قلنا بقى API Application Programming Interface، إحنا هنا في البروجرامينج.
احنا مثلا في الويب، كنت بتسمع عن كلمه مصطلح ويب اي بي اي. ايه الويب اي بي اي ده؟ اللي هو بيجي يقول لك انا هديفاين شويه اند بوينتس، الاند بوينتس دي انت مش هتعرف تتعامل معاها الا من غيري. يعني السيرفر اهو، السيرفر بيبقى موجود هنا في مكان، فالسيرفر بيقول لك انا عندي اند بوينت واحد اللي هي سلاش مثلا يوزر سلاش كذا، وعندي اند بوينت 2 اللي هي سلاش برودكت، وعندي اند بوينت 3 اللي هي سلاش كذا. فمن خلال الثلاثه اند بوينت ده انت مش هتعرف انتراكت مع السيرفر الا ما تروح تكلم الثلاثه اند بوينتس دم، بس مش هتعرف تكونكت بالسيستم ده الا من خلال الثلاثه اند بوينتس. هتروح مثلا تعمل اتش تي تي بي ريكويست على سلاش كذا، هتروح تعمل اتش تي بي ريكويست على سلاش كذا، هتروح تعمل اتش تي بي ريكويست على سلاش كذا. فهو بالنسبه لنا ده كبروجرامرز، يعني ان في الكود اما نيجي نكتب كود احنا مش هنعرف نكونكت بالسيستم ده الا ما نتعامل مع الثلاثه اند بوينتس ده. دي مثلا مصطلح في الويب اي بي اي. احنا مثلا هنا بتيجي تلاقي في الدوكيومنتيشن اي بي اي دوكيومنتيشن، فهتلاقيه بيعمل لك ايه الاي بي اي دوكيومنتيشن للايبراري معينه مثلا في البايثون. فهو هتلاقيه بيدي لك اسم الفانكشن ديف مثلا كده فانكشن، الفانكشن دي بتاخد variable مثلا واحد و variable اتنين و variable تلاتة وهكذا، ويقوم مش عامل لك implementation، ويجي يقول define تاني function اتنين يدي لك شوية variables وهكذا. فال API documentation هو هنا بيعمل لك definition للحاجات اللي انت هتعرف interact معها، الحاجات اللي انت تعرف تستخدمها في اللايبراري، الحاجات اللي انت هتعرف تنتراكت معاها علشان تكونكت بالسيستم بتاعه، علشان تعرف تستخدم اللايبراري بتاعته. فهو بيقول لك ان الاي بي اي بتاعي انت مش هتعرف تكونكت بالسيستم بتاعي الا من خلال الفانكشن دي، والفانكشن دي لازم تديها الفاريبل الواحد والفاريبل اتنين بطريقه معينه، وعندك فانكشن تانية هتعرف تنتراكت معاها بالفاريبل ده والفاريبل ده والفاريبل ده، وعندك فانكشن ثالثه مش هتديها اي حاجه، وعندك فانكشن رابعه مش هتديها، هتديها تو فاريبلز او ايا كان بس. فهو هتلاقي مثلا عامل لك ديفينيشن، فور اكزامبل مثلا لو احنا في لايبراري فيها اربع فانكشن، فهي الديفينيشن الاربع فانكشن دومت هم الحاجه الوحيده اللي انت تعرف تكونكت السيستم بتاعك اللي هو مثلا الابلكيشن بالسيستم بتاعه اللي هو اللايبراري من خلال الفانكشن دومت بس. دي ما بنلاقي كلمه اي بي اي دوكيومنتيشن. مثلا في الداتابيز، الداتابيز حد يتوقع ايه الاي بي اي بتاعها؟ معلش ممكن الدوكيومنتيشن الاي بي اي دوكيومنتيشن تاني بس، هو بيعمل ايه كده باختصار؟ الاي بي اي دوكيومنتيشن انت بتيجي بيعمل ليست للفانكشنز اللي عنده، ويقول لك ان الفانكشن واحد دي بتاخد فاريبل واحد وفاريبل اتنين وفاريبل ثلاثة، وفانكشن تين بتاخد كذا وكذا وكذا، وفانكشن ثلاثة مثلا ما بتاخدش حاجة، وفانكشن أربعة بتاخد ليست، فانكشن أربعة مثلا بتاخد ليست اوف حاجة، تمام؟ فهو احنا افترضنا ان دي لايبراري الاي بي اي دوكيومنتيشن هم أربعة فانكشن بالنظام ده. فهو كده بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك انت مش هتعرف تستخدم اللايبراري بتاعتي الا من خلال الاربع فانكشنز هم. انت هتستخدم بس الاوردر بقى، يعني ان انت هتستخدم مين قبل مين، دي مش وظيفه الاي بي اي اللي هو بيقول لك انت استخدم اعمل لي فانكشن كول الفانكشن دي الاول بعدين دي وبعدين دي عشان تنفذ فانكشن معينه. لا، هو بيديفاين الانترفيس للسيستم بتاعه ان انت تعرف ازاي هتعرف تانتراكت مع اللايبراري بتاعته، وما بيحطش اي امبلمنتيشن. فدي يعني احنا بنشوف كلمه اي بي اي دوكيومنتيشن في الويب. ممكن معظمكم يعني اللي عنده خلفيه في الويب هيلاقي مثلا كلمه ويب اي بي اي، فالكونتكست بتاع الويب اي بي اي هو بيديفاين الليست بتاعت الليست اوف اند بوينتس. فاي حاجه بره السيرفر هانتراكت مع السيستم بتاعه ازاي؟ عن طريق الاند بوينتس دي،
ان انا لازم انا اروح اقول HTTP request على endpoint 1 او HTTP request على endpoint 2 او X, بس السيكونس مين قبل مين هو برضو الـ API مش ما بيقولكش حاجة كده. الداتابيز في نفس الكلام, في الداتابيز ايه الـ API بتاع الداتابيز؟ الداتابيز بتيجي تقولك علشان تinteract معايا كسيستم as a database انت بتكتب query select مثلا كذا, فسلكت كذا كذا يعني سلكت starve from كذا, هو بالنسبة له الجملة دي بالنسبة له هو ده الـ API بتاعه. إما هو بياخد الجملة دي وترجمها بقى جوه إزاي هيسلكت من الجداول والحاجات ديت إحنا ملناش دعوة, بس إزاي أنا هانتراكت مع الـ database عن طريق الـ API, عن طريق اللي هو الـ SQL language, ده الـ API بتاع الـ database. تمام كده؟ تمام. احنا بقى لحد معلوماتنا دلوقتي لو انا عندي كده الميموري, ايه الاي بي اي اللي بنستخدمه علشان نكونكت تو بيرفرال؟ البيرفرال ده مثلا اللي هو الجي بي اي او او الاي دي سي او الار سي سي او ايا كان, ايه الاي بي اي اللي احنا بنستخدمه لحد معلوماتنا دلوقتي من معنى كونسبت الاي بي اي؟ داتا شيت. يعني قربت, يعني قول حاجه في الداتا, ايه اللي انت بتستخدمه علشان تكونكت بالظبط ريجسترز ادريسز. الريجسترز ادريسز احنا مثلا قلنا هنا ان 0x 0 مثلا اف ايا كان الادرس هنا المكان ده كده احنا بنستخدمه علشان نعرف نتحكم في الجي بي اي او. فعلشان انا اتحكم في الجي بي اي او لازم انا اخد الريجسترز ده واكتب فيه واحد او اكتب فيه صفر او ايا كان. فبالنسبه لنا كبروجرامرز يعني الاي بي اي علشان نتحكم في اي بيرفرز ان احنا نشوف الادرس او الريجستر والبيتس بتاعته وهنحط فيها ايه. ده الاي بي اي بتاعنا كابلكيشن كامبيدد سوفت وير عاوزين نتعامل مع بيرفر. ايه الاي بي اي لحد دلوقتي؟ ان احنا نشوف الادرس السم اوف ادريسز بتاعه البيرفر, كل ادرس بيعمل ايه, هكتب في ايه هيعمل ايه, هكتب في ايه هيعمل ايه. فهو الداتا شيت تعتبر هي الدوكيومنتيشن بتاع الاي بي اي دوكيومنتيشن بتاعه الريجسترز. تمام كده. احنا بقى مش عاوزين اليوزر اللي هيجي يتعامل مع الجي بي اي او ما يشوفش الادريسز دي, عاوزين احنا نديله اي بي اي معين يستخدمه, بس الاي بي اي المعين اللي هو يستخدمه ده هو هيتعامل مع الاي بي اي ده من غير اليوزر اللي هيستخدم الاي بي اي ده من غير ما يكون عارف اي معلومه عن الريجسترز ده. فاحنا هنعمل اي بي ايز للبريفرنس, واكننا احنا هنا اكننا بنعمل ايه, بنعمل ابستراكشن. يعني ايه ابستراكشن؟ ان احنا بنريموف سم اوف ديتيلز لليوزرز اللي جايه تستخدم الجي بي اي او. في يوزر هيجي يستخدم الجي بي اي او قوي في الامبيدد قوي, بيعرف يفتح الداتا شيت, ممكن يروح يفتح كل ريجستر ويعرف ينتراكت مع الجي بي اي او ده من خلال الريجسترز بتاعته. في يوزر تاني ملوش علاقه بالامبيدد, هو عاوز اي بي اي بسيط, هنعرف ايه الاي بي اي ده دلوقتي. من خلال الاي بي اي البسيط ده هيعرف امبلمنت الفانكشنز بتاعته. فاحنا بقى وظيفتنا ان احنا نكتب الاي بي اي, هو مش هيبقى اي بي اي بسيط بس هنكتب الاي بي اي ده.
الحاجة التانية إن إحنا برضك مش عاوزين نعمل API بحيث إن إحنا نعمل utilities للجي بي اي او. يعني أنا مثلا عاوز أكتب واحد على بناية معينة، مش كل شوية بقى عاوز أنا أروح أفتح داتا شيت، أروح أشوف الريجستر بيعمل إيه، وأروح أجيب الأدرس وأقعد أتهم بالأدرس والحاجات دي. أنا عاوز أرموف كل الديتيلز دي، أمسحها وأجي أكون أنا عملت سام يوتيليتيز كده هستخدمها على طول، هي هتكون بتتكلم مع الحاجات دي وتقوم عاملة implementation للفانكشنز بتاعتنا بقى. طب إيه الـ API بقى ده؟ الـ API ده في الـ embedded بنسميه درايفر، يعني حاجة بتشغل البريفرال. احنا بدل ما نقول API للجي بي اي او احنا بنقول درايفر بتاع الجي بي اي او. فاحنا معنى تسمع ان هو درايفر ان هو حاجة some utilities او some functions هنستخدمها علشان انتراكت مع الجي بي اي او. ان سي بقى، او اول انتوا خدتوا جافا صح؟ انتوا خدتوا جافا؟ المفروض اما احنا كنا بنيجي نديفاين الكلاسز، احنا في جافا مثلا كنا بنكتب الكلاس الميثود مع الامبلمنتيشن على طول في نفس المكان، بس علشان نستخدم الكلاس ده كنا بنروح مثلا امبورته في مكان معين وعلى حسب بقى واستاتيك تيلز وكل حاجه. بس الاي دي اي ذات نفسه هو اما مثلا كنا بنيجي نستخدم فانكشن معينه هو بيكون شايف بس البروتوتايب، ما بيكونش شايف الامبلمنتيشن. في سي بلس بلس كنا مش عارف الناس شافت سي بلس بلس ولا لا، كان برضو تلاقي الاي بي اي بيتقسم على فايلين. فاحنا في السي، احنا في السي لو احنا عاوزين نشوف ايه الدرايفر ده بيبروفايد لنا ايه علشان نستخدمه يعني، فاحنا بنروح ندور في الـ .h files. الـ .h file ده هو هيكون فيه بس الـ function names اللي الـ GPIO driver ده بيبروفايدها من غير اي implementation. احنا عاوزين implement الـ API ده، فاحنا هنروح نكتب الامبلمنتيشن ده. انا بكتب بكلام جنرال دلوقتي عن امبلمنته في دوت سي فايل. يبقى لو انا عاوز اشوف الدرايفر ده بيبروفايد ليا ايه الفانكشنز اللي انا هعرف استخدمها، او ايه الحاجات اللي انا هعرف استخدمها، مش لازم فانكشنز بس لسه نشوف، بس ايه الحاجات اللي انا هعرف استخدمها كيوزر ملوش اي علاقه بالهاردوير، فانا عاوز اشوف الدرايفر. فانا اروح افتح الدوت اتش فايل، هلاقي مثلا ان في فانكشن واحد بتعمل كذا، فانكشن 2 بتعمل كذا، فانكشن 3 بتعمل كذا. اروح في الابلكيشن بتاعي هقول هاش انكلود اسم الهيدر فايل واقوم استخدم الفانكشن دي. بس كامبلمنتيشن احنا بقى هنامبلمنت الفانكشن دي، هامبلمنتها ازاي هنشوف دلوقتي. بس كاي بي اي انا عاوز لما نيجي نبص هنبص على الدوت اتش، بس الدوت اتش عشان نشوف الدرايفر بيعمل ايه كيوزر عاوز يستخدم الدرايفر. طب كيوزر بقى او كبروجرامر عاوز امبلمنت الدرايفر، فهو هو اللي هيديفاين الدوت اتش ده، وهو اللي هيروح يامبلمنته في الدوت سي. انا متخيل ان انتوا كنتوا في المحاضره، يعني الدوت سي والدوت الهيدر فايل والسورس فايل، وهنا بحط الفانكشن وهنا بحط البروتوتايبس، يعني اكسبكت ان انتوا عارفين الحاجات دي تمام كده. بس احنا لسه هنعملها دلوقتي، كل الكلام اللي احنا قلناه ده هنعمله براكتيكال دلوقتي حالا. بس حد عنده مشكله في الكلام اللي بيتقال، عاوز مثلا اكسبلينيشن اكتر؟ اوكي تعال نيجي بقى لجزء الامبلمنتيشن. انا بعت هنا الفولدر اسمه lab for startup، يعني الناس تكون منزلاه دلوقتي علشان هنبدا بقى امبلمنت الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها.
فاحنا معانا كده هاجي هقول import existence project into workspace، هقول مش لازم تكون عامل export من الاول، فانا ممكن اقول select from archive file، الarchive file ده انا اهو، اقول finish، هينزل هنا lab for startup project، هفتح السورس كده، هفتح الانكلود، فالسورس هيتلاقيه فاضي كده ما فيهوش في اي حاجة. اوكي، انا قبل بدل ما انا اقعد بقى اشوف الار سي سي وانيبل الار سي سي على انيبل الكلوك على البيفر وكده، فانا عملت درايفر او سيمبل درايفر للار سي سي وحطيته في فولدر اسمه RCC، وفي RCC.c وRCC.h. احنا لو انا واحد بقى عاوز يشوف هو الـ RCC ده بيبروفايد ايه، فانا احنا قلنا هنعمل ايه، هنشوف الـ .h file بالظبط، اروح افتح الـ .h، هفتح الـ .h كده هتخض، ما الحاجات دي الهاش ديفاينز دي كلها ممكن انا دلوقتي كده عاوز بس كده هفتح الـ RCC، هفتح الـ .h file كده، هلاقي بي include standard types، هنروح نشوف الـ standard types دي في اللب، دي الـ standard types اللي أنا قلت لكم عليها، إن أنا دلوقتي كواحد بقى بيهتم بيكتب embedded بيتعامل مع registers بكون عاوز أهتم بالبتات، تاني حاجة بكون عاوز أبستراكت الـ C types ديت، يعني ممكن مثلا في كومبايلر تلاقي الـ استنت 8 ديت مهاش signed integer، ممكن تلاقيها مثلا signed وخلاص، فأنا عاوز أشيل كل الديتيلز دي، فأنا ببروفايد function اسمه فايل اسمه standard std types.h، بقول إن signed character هو signed 8 است 8، unsigned character هو unsigned 8، الفاليوز اللي قدامه من يعني هنا ديت بتعرفنا يعني الفاليوز اللي بيقدر يشيلها التايبس، signed است انت 16 است unsigned كذا، signed long unsigned ال 32، ال 64 بت اللي هو long long، signed long long، الفلوت اللي هو الطبيعي الفلوت 32، والدبل اللي هو الفلوت 64، والبوليان انا بعرف طيب اسمه بوليان هو برضو unsigned character، هو بس علشان لما حد يجي يستخدم بوليان فهو يستخدمه as a 0-1، مش ما اجي استخدم ما هقول بوليان x غير ما هقول unsigned character x كريدابيليتي، اللي هيشوف بوليان x هيعرف ان الاكس ده على طول بوليان 0-1 بس، فانا بقول ان هديفاينه ببوليان، فانا فتحت ال rcc.h ده. اوكي نعم، عشان ده انت اللي عامل الفايل ده اللي هو جاي مع البروجكت؟ لا انا اللي عامله، انا مديكوا ستارت اب بروجكت عشان نصبر على الوقت بس وما نقعدش نكتب كتير، بس انا اهم حاجه انت فاهم اللي مكتوب ده دلوقتي صح؟ اوكي ايوه تمام. انت الستارت اب بروجكت هتلاقي فيه فولدر معلش اسمه بوليان. هي بوليان مش ما فيش ده طيب اسمها بوليان اصلا اوريدي ولا في السي، في السي كسي مفيش حاجه اسمها بوليان، بس في سي بلس بلس او في السي في السي الجديده اللي هي تقريبا سي 11 في بول اللي هو اللي انتوا عارفينه الطبيعي اللي هو ده اللي في الجافا ده تمام ايوه بس طبعا. علشان برضك علشان نابستراكت اكتر انت هنا في المايكرو كنترولرز الكومبايلرز ما بتكونش اب تو ديت شكل الاوبريتنج سيستم مثلا في الويندوز او لينكس اللي هي الحاجات بتاعه البي سي دي، ف احنا برضو بنضطر ان احنا نعمل الستاندرد تايبس دي علشان ابستراكت الكومبايلر التايبس بتاعته، فانا ممكن اجي كنت اسميها بول كده بس ممكن بوليان احسن يعني مش فارق. تمام فانا فتحت الار سي سي، نسكيب بس الهاش ديفاينز دي، هاجي هنا الاقي 3 فانكشنز،
كده معناه ان الاوس سي بيقول لي انت تقدر تعمل initialization من خلال الفانكشن دي. هعرف الفانكشن دي بتعمل لها كل ازاي. ان انا هروح اقول اوس سي انت بتعمل ايه مش لازم دلوقتي. او مثلا كيوزر بيستخدم الدرايفر بتاع الاوس سي مش همه اللي هو يعرف الاوس سي انت بيعمل ايه. في فانكشن اسمها اوس سي انيبل بتاخد حاجه اسمها اوس سي بريفرال اي دي تايب. طب ايه الاوس سي ده تايب اهو كفانكشن كده هو اوس سي بريفرال اي دي. طب ايه البريفرال اي دي تايب ده؟ هو عباره عن يونت ايه بس انا سميته التايب علشان يعني تايب جديد علشان اللي هيجي يستخدم الاوس سي انيبل ده لازم يبصي لي حاجه تكون تبع الاوس سي. يعني ايه حاجه تبع الاوس سي هنقولها دلوقتي. حد بيسأل أو حاجة؟ تقريبا حد ما فتح المايك بالغلط. طب ممكن أعمل ميوت. أنا كنت ممكن كبريفرال كأبي آي أنا ممكن كنت أقول أوس سي يو إنت 8 كده. وهو برضو كان اللي يجي يستخدم الفانكشن فهو هيبعت لي يو انت 8 هيبعت لي حاجه كيو انت 8 عادي وهيبعت لي 1 0 ايا كان اي رقم. بس عشان بس كابيتابيلتي برضو انا عرفت تايب اسمه او سي سي بيفال اي دي تايب. كتايب ديف برضو هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن يو انت 8 بس. احنا بقى كدرايفر هنلاقي الحاجات ان احنا اللي احنا بنبصيها عباره عن زيروز وزيرو. يعني مثلا حاجه 0x1 0x2 0x3 0x مثلا 6 5 0x كذا. فاللي بيستخدم الدرايفر هو مش كل يعني مثلا هروح هقول او سي ام اجي هنا مثلا في المين كده هقول مثلا هاش انكلود او سي سي دوت اتش مثلا. اما اجي هقول هنا مثلا اوسي انا واحد بستخدم الدرايفر دلوقتي ما عنديش اي وهنا بس اوسي سي مثلا انت فاوسي سي انت اما اجي استخدمها هو ما بتاخدش اي حاجه فاقول void تمام كده انا استخدم كده انا عملت initialization للاوسي سي. انا مثلا عاوز احنا قلنا في الاو سي سي هنا في السكشن الاول ان مثلا بيبقى في الميموري ماب هنا ان كل بريفرال على باص معين وعلشان انيبل البريفرال ده بروح للاو سي سي بريفرال اللي هو ريسيت اند كنترول ريجستر بروح للريجسترز بتاعته الاقي مثلا الباص اللي اسمه OCC سي اللي هو AHB1 Enable Register في البتاية 0 والبتاية 1 والبتاية 2 والبتاية 3 والبتاية 7 دومت. اما هكتب في الريجستر ده اما هكتب في البتاية دي 1 فكده اللي انا بانيبل جي بي او اي. اما هكتب في البتاية دي 1 بانيبل جي بي او بي. اما هكتب في البتاية دي 1 بانيبل جي بي او سي وهكذا. فبدل ما انا بقى ليه انا كيوزر كواحد انا ببروفايد حاجه بتسهل استخدام الدرايفر بتسهل ان ده يوتيليتي ان اعرف استخدمها في اي حاجه مش كل شويه اروح افتح الداتا شيت واروح اسيت البيت واكليف البيت. وفي البروجكت الكبيره انا لازم أنا استخدم يوتيليتي فانكشنز مش هينفع اكتب كل حاجه كاستور كده ان انا أقسم البروجرام بتاعي على multiple functions علشان تبقى units وعشان التستنج وعلشان الحاجات دي كلها. فأنا لازم أبستراكت registers دي بالfunctions اللي احنا نعملها. فإحنا دلوقتي مش طالبين OCC بس أنا مثلا ما أقول OCC enable expect اللي هو بيقول لي أنا عاوز حاجة اسمها OCC peripheral type ID. فأنا مثلا هروح في ال dot h ده هلاقي بيقول لي لو أنت استخدمت RCC GPIOA لو انت بعتهولي هو من النوع ده انا عامل كاستنج عادي
و يعني الفاليو دلوقتي ما لناش علاقه بيها. هو احنا اما احنا نيجي برضو نستخدم الديفايس او الدرايفر, احنا كيوزرز مش بنبص على الفاليوز دي, احنا بنبص على الهاش ديفاينز اللي احنا ممكن نستخدمها. انا كواحد يعني كاكزامبل عشان نفهم برضو ان احنا هنا, هقول انا عاوز RCC enable RCC GPIO A. فبالسطر الواحد ده انا كده عملت enable لل GPIO A. انا مثلا عاوز RCC enable, عاوز enable CR enable ده اول حاجه, او DMA اللي انا معرفوش ده, هقول RCC هقول دي ام اي 1 كده. فمعنى كده هو كامبلمنتيشن بقى خد الفاليو اللي انا بعتها دي, الفاليو دي انا كيوزر مش لازم انا اكون عارفها, انا مستخدمها كاسم بس, بس علشان الفانكشن دي تشتغل صح لازم ابعت لها فاليو. ما هو انا لو مشيت على الريجسترز دي كلها, انا يعني ما اهتمش قوي بالار سي سي, بس انا لو مشيت على الريجسترز اللي هو انيبل ده هلاقي فيه فاليو 7 عند البتاه دي, وفي فاليو هنا مثلا 7 عند البتاه دي. فانا ببروفايد نيمز, النيمز ديت هي بتعبر عن اسماء البتات, بس الفاليوز اللي قدامها كيوزر بيستخدم الدرايفر هو مش ما يهتمش بيها. انا هقول او سي سي انيبل او سي سي دي ام اي 1, فانا كده اما بقرا السطر ده فانا كده بانيبل البريفرال اللي اسمه دي ام اي 1. اما اقول او سي سي انيبل او سي سي مثلا جي بي اي او بي, فساعتها انا كده عملت انيبل للبورت بي وهكذا. انا مثلا هلاقي مثلا في او سي سي ديسيبل برضو, واقول او سي سي جي بي اي او, لو انا عاوز ديسيبل جي بي اي او اي فكده انا بديسيبل جي بي اي او اي. احنا كنا في اللاب الاولاني كنا بنروح علشان مثلا انيبل جي بي اي او اي, فانا كنت بعمل ايه, بروح هنا ادفاين ريجست اللي هو اسمه ده ال او سي سي اتش بي 1 انيبل ريجست, واكون جايب الاوفست واجيب جايب الادرس من ميموري ماب, واعمل الاكسبيشن الغريب كده, واعمل الهاش ديفاين بتاعتي كده عشان يبقى ليه اسم, واحط الاكسبيشن, وهقول اقوم رايح عامل سيت للبيت, يعني احط واحد في البيت زيرو, فكده الجي بي اي او بقى انيبل. عاوز انيبل الجي بي اي او بي, فهروح اقول الاسم ريجستر ده واقول اسيت البيت واحد. فكل الديتيلز دي انا شلتها عن اليوزر اللي بيستخدم الدرايفر, وهقول له علشان انت تقدر تانيبل البيرفال بتاعي انت هتستخدم الفانكشن اللي هي اسمها RCC enable دي, وتبعت لي, احنا هنا جينا للامبلمنتيشن, وتبعت لي one of values اللي هي باسماء البتات. الفاليوز دي احنا ما بنبصش عليها كيوزرز بنستخدم الدرايفر, احنا ممكن نبص عليها كحد بيامبلمنت الكود. يعني مثلا انا لو دخلت في RCC enable هنا هلاقي البيرفال اي دي اللي جاي لي ده بيقسموا على 32. الديتيلز دي انا بس بوضح كونسبت الدرايفر بس, مش دي مش لازما, ممكن لو حد بعد كده عاوز يقرا الدرايفر ويفهم هو بيعمل ايه تمام, بس انا هنا انا بوضح كونسبت الدرايفر بس. هو مثلا هيبعت لي رقم, الرقم ده بقسمه على 32 علشان اجيب الباس اي دي, وبعمل مودرس 32 علشان اجيب البوت بوزيشن, وبعمل سويتش على الباس اي دي. لو هو الباس اي دي RCC AHB1 اللي هو ده اللي هو AHB1 ده, فبروح أسيت البتاية على بيت بوزيشن معين, ولو هو على AHB2 اللي هو ده مثلا بروح أسيت البتاية على بيت بوزيشن تاني. لو هو بيفل 2 بيفل 1 ده بروح أسيت بوزيشن وهكذا. ده كإمبليمنتيشن, بس احنا دلوقتي مش مطالبين احنا نفهم الأوت إمبليمنتيشن ده, بس ده كونسبت الدرايفر, ان انا بستخدم function call كده, بستخدم utility method علشان اريموف كل الديتيلز اللي احنا كنا بنعملها من الديفاينر ريجسترز, ولازم انا اكون عارف البيت بوزيشن فين وهستها ولا اكليرها. ممكن مثلا الريجستر ده بدل ست تبقى كليف, بس انا كيوزر انا الكود كابليكيشن هيدنه ثابت هو enable, انت بقى بتعمل ست بتعمل كليف انا ماليش دعوه.
كده كله وصل له كونسبت الدرايفر، علشان احنا هنبدأ بقى الامبلمنت الجي بي اي او درايفرز المطلوبة في اللاب. حد وقع منه اي حاجة؟ تمام. اللاب بقى طالب مننا ايه؟ وفي البتاع دي مضايقاني بس. في حاجة تانية نسيت أقولها في الدرايفر برضك. إحنا لقينا أو لاحظتوا، أنا كنت قلت هنا إن الدرايفر المفروض لو إحنا كـ API إحنا بنبص مثلا لو إحنا عندنا درايفر للـ RCC، فأنا expect إن في RCC.h و RCC.c، ده الفايل اللي بيكون فيه الـ API، الـ APIs اللي احنا هنستخدمها كـ declarations بس. ايه؟ وده الفايل اللي هيكون فيه الـ implementations. هنا ده الـ API declarations. حاجة الـ API declarations شكل ما قلت ان هي بقى مش functions بس، انت ممكن تعطي define شوية حاجات علشان اليوزر يستخدمها كاسم بس عشان الفانكشن دي بت expect values معينة، فانت مش هتجبر اليوزر يقعد يحفظ كل الفاليوز اللي هو لازم يبصيها، فلازم انت تبروفايدها له بهاش define كده. او بعد كده هنشوف طرق اكتر ازاي نعمل description للفاليوز دي بحيث اليوزر يستخدم نيم ما يستخدمش فاليو بأكتر من طريقة، بس دي الطريقة الواضحة دلوقتي. ده الـ API declaration هو بيبقى فيه الفانكشن declarations، التايبس اللي احنا بنستخدمها، ان التايبس التايب ديفس، الهاش ديفاينز، اي حاجة خاصة بـ API، اي حاجة خاصة هتخليني اعرف انتراكت مع السيستم ده. والـ RCC .c اللي هو .c file هو في الimplementation بتاع functions اللي موجودة ده. هنا في الimplementation احنا كembedded programmer بنهتم ان احنا ندefine الـ API، ونهتم ان احنا implement الـ API. كembedded application programmer وحد بيستخدم application مثلا في الأردوينو، فانت بتقرأ الفايل ده عشان تعرف تشوف هو في ايه وتستخدمه من غير ما تبص على الامبلمنتيشن ده. هل انت في الأردوينو لما كنت تيجي تقول بين مود 0 كنت بتروح تشوف البين مود دي بتعمل ايه، او بتروح تكلم ريجسترز ايه، او بتعمل ايه؟ لا، انت كنت في فايل انت قال لك الأردوينو استخدم الفانكشن دي عشان تعمل كذا بس. في بقى فايل اسمه RCC private، هو انا في مشكلة دلوقتي عندنا في الدرايفر ان انا اسماء الريجسترز، هل اسماء الريجسترز ينفع احطها في الدوت اتش؟ ينفع اخلي اليوزر اللي هيستخدم الدرايفر يشوف اسماء الريجسترز؟ انت ممكن تحطها في الدوت اتش عادي، يعني انا كنت ممكن اجي هنا هلاقي الاسماء الريجسترز دي انقلها كده كلها واحطها في الدوت اتش هنا تحت عادي وهتشتغل عادي، ما فيش اي مشكلة. بس هو كبرضو كحاجة اليوزر مش بيتعامل معاها، مش مأكسبكت اللي هو هيستخدم اي value منها ما تخصهوش، فاحنا بنحطها في الـ RCC private ده على اساس ان هو ده الحاجة الـ private لينا، ده الحاجة اللي اليوزر ما يعرفش يشوفها. بنحط الـ registers في RCC private ده، وهو ده بيبقى اسمه اللي هو الريجستر فايل، الحاجات اللي هي الديتيلز، الانترنال ديتيلز بتاع الدرايفر اللي اليوزر ما يعرفش يشوفها. مع انه هو ممكن هنا في السي يقول هاش انكلود RCC برايفت عادي ويستخدم، بس هو ما انكلود RCC برايفت ده هو ملوش اي معنى. وفي حاجات بتمنع، بس مش لازم نشوفها دلوقتي، بتمنع ان انت
تنكلود يعني احنا حاطينه هنا اهو، بس هي اما تيجي تعملها كده في المين هيطلع لك كومبايلر ايه وهيقول لك ان انت ما ينفعش تنكلود البرايفت فايل ده. البرايفت فايل ده ليه مسمينه برايفت؟ علشان هو برايفت للدرايفر، ما حدش بيشوفه الا الدوت سي بس هو اللي بيستخدم. يعني احنا مثلا هنا هتلاقي مستخدم اسم الريجستر علشان يسيت البيت والكليب البيت والحاجات دي. ففي ناس ممكن تشيل السطر ده وتحطه في اول الفايل بتاع الدوت سي عادي، حد يحطها في دوت اتش عادي خالص. وده يعني هو بيبقى معظمه بيبقى ريجستر اللي هو الديفينيشن بتاع ريجستر. احنا مثلا حاجه شكل كده، احنا دي مثلا ريجستر 32 ده ايه بقى؟ لو احنا شفنا اليوتيلز دي هنا هتلاقي في يوتيل هنا اسمها ماكرو اسمها ريجستر 32 بتاخد البيز ادرس وبتاخد الاوفس. فانا كنت بدل ما اجي كل شويه اجي هنا مثلا في الار سي سي دوت اتش ده اجي انا معايا البيز ادرس، كنت احنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل كده، كنا لازم انا اقول يو انت 32 استريك اللي هو الاكسبريشن العجيب اللي احنا هنفهمه كمان محاضرتين ده، وبعدين اقوم جايب كده البيز ادرس، بعدين اقول بلس الاوفست اللي هو 0x00. بدل ما انا كل شويه اجي اكتب كده اكتب كده اكتب كده، فانا عملت ماكرو ان احنا شرحناه في اول بتاع اول سيكشن، ماكرو اسمه ريجستر 32. ريجستر 32 الريجستر 32 ده بياخد ايه؟ بياخد البيز ادرس اللي هو او سي سي ادرس، وبياخد الاوفست اللي هو 0x00. فهو الماكرو اللي هنا لو احنا شفناه هو بيشيل الحاجة اللي احنا كتبناها ديت وبيحط، مش لازم انفولاتايل دلوقتي، بيحط اليو انت استريك ويحط البيز ادرس ويجمع الاوفست ويقوم حاطط الحاجة دي. فانا لو انا جيت كده عملت سي هنا في دوت اتش كده، فين البرايفت؟ نروح البرايفت تاني، وقفت عليها كده اهو، وقفت عليها هو بيقول لك ان ده بكذا. لو انا رحت الاكليبس هو الاكليبس هو بيقول لنا ايه الحاجه دي اتشالت واتحطت مكانها ايه. هنا اقف عليها كده، او مثلا اجي في السي اقف على الاو سي سي اتش بي 1 ده الاقي تشوف كل ده الاسم ده اتشال. لحظه نكبر كده، بيقول الاكسبريشن ده اتشال، الاسم ده اتشال واتحط مكانه الحاجه الغريبه دي بس. فهي كانت يوتيليتي فانكشن او يوتيليتي ماكرو، بدل ما احنا نقعد نعمل الاكسبريشن ده ونجمع، لا احنا هقول شكل هنا او ريجستر 32 اديله البيز ادرس واديله الاوفست وهو هيشيل الحاجه دي ويحط الاكسبريشن اللي هو موجود. احنا بقى عاوزين نعمل جي بي او. الجي بي او عاوزين نعمل فيه ايه بقى باشمهندس طالب؟ في الجي بي او درايفر شال بروفايد فانكشن اسمها جي بي او كونفيج بين. الكونفيج بين دي بتاخد البوت نيم والبين نمبر والبين مود والديفولت ستيت وجي بي او وفي فانكشن تانيه اسمها جي بي او رايت بين بتاخد البوت نيم والبين نمبر والداتا اللي انت عاوز تعملها رايت لزيرو لون. فاول حاجه هنيجي نعملها في الاكليبس كده، او مثلا نيجي هنا في ال VS Code. محدش بس ال RCC نفهمه ككونسبت، عشان لو انا قلت كلام كتير او كلام يعني لو كان كلام مجالس يرموه، بس اهم حاجه كونسبت الدرايف. فاحنا هنيجي نعمل بقى جي بي او درايف. فانا ممكن اجي اعمل فولدر اسمه جي بي جي
PIO. الفولدر ده ما اكسبكت اللي انا احط فيه ايه؟ انا دلوقتي بعمل جي باي او درايفر حد يستخدمه، فانا باكسبكت اللي انا احط فيه ايه؟ الدوت اتش فايل والدوت سي فايل بالظبط. فمش لازم انا البرايفت دلوقتي، جي باي او دوت اتش نعمل كده. ايه الفانكشنز اللي احنا عاوزين نعملها؟ الباشمهندس كان طالب فانكشن اسمها جي باي او كونفيج بن. انا هاجي كده اقول انا عاوز ابروفايد فانكشن اسمها void، مش بترجع حاجه، جي بي اي او. كنيمينج كونفنشن برضك، احنا اما بنيجي نسمي حاجه تبع درايفر او حاجه تبع موديول احنا بنعمل الاسم الموديول اندرسكور بعدين اسم الفانكشن عادي. ليه بنعمل كده في السي؟ علشان السي ما فيهاش كونسبت الاوفرلودنج شكل السي بلس بلس او شكل الجافا. الاوفرلودنج اللي هو ايه؟ اللي هو الفانكشن تبقى ليها كذا نفس الاسم بس ليها كذا بارامتر. لو احنا جينا في السي، لو الموديولز يعني في السي، لو احنا في مثلا موديول جي باي او، في موديول الار سي سي، في موديول كذا، هنلاقي في فانكشن اسمها انت. فلو كل واحد قال حط الانيت بتاعته كانيت عاديه كده، اما نيجي نكومبايل اول انيت هتكومبايل تاني انيت الكومبايلر بتاعت الجي بي اي او مثلا الار سي سي، هتلاقي فيها فانكشن اسمها انيت هتكومبايل عادي. هيجي في الار سي سي في الجي بي اي او هيلاقي انيت، هيقول هنا ايه ده كده في مالتيبل ديفينيشن اوف فانكشن والكومبايليشن هيقف. فاحنا الحركه دي بالذات كريدابيليتي وكا علشان الأسماء ما تتكررش. فكل موديول نعمل البيفكس كده جي بي اي او، دي مثلا اسمها باسكال كيس، في ناس بتحب تسميها كابيتال كلها بس احنا انا عامه شغال بباسكال كيس. جي بي اي او مثلا هنا اسمها كونفيج بن. الكونفيج بن هو عاوز الارجومنتس ايه؟ البورت نيم. فانا هاجي استخدم، قلنا خلاص اما اجي استخدم التايبس بقى هنستخدم الستاندرد تايب علشان ما نوجعش دماغنا. فانا هاجي اقول هاش انكلود اس تي دي تايبس، الاس تي دي تايبس في الستاندرد تايب. انا البورت نيم اقول ان يو انت 8 بورت نيم. تاني بارامتر هو عاوز البن نمبر، فاقول يو انت 8 البن نمبر. ثالث بارامتر البن مود، فأقول يو انت 8 مود. رابع بارامتر اللي هو الديفولت استيت، أقول يو انت 8 الديفولت. تمام كده، دي كده بس كديكليفيشن، لسه ما نشوف، لسه هنشوف هنمبلمنت الحاجه دي ازاي. تمام، هو ليه مش فاضي يسيبك؟ ما في مشكله. تاني فانكشن عاوزين نعمل لها بروفايد ان هو حد يجي يستخدمها، جي بي اي او رايت بن. طب جي بي اي او رايت بن دي يعني void، هي ما تاخدش حاجه، جي بي اي او رايت يا مسبلد ايه، في مسبلنج جي بي اي او، جي بي اي او اوكي رايت بن. هو بيقول الرايت بن ده هتاخد البورت نيم، يبقى يو انت. انا دلوقتي بعرف بس الاي بي اي ومش شاغل نفسي بالامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن ده هنشوف هنامبلمنته ازاي. يو انت هياخد البورت نيم وهياخد يو انت 8
البن نمبر اخد اليو انت 8 الدات. اوكي تمام كده. فهاجي اقول انا عاوز بقى احط الامبلمنتيشن بتاعي، هقول نيو فايل جي بي اي او دوت سي، اقول هاش انكلود كل حاجه، هنعرف لازمه البرايفت فايل دلوقتي جي بي اي او دوت اتش، اروح على جي بي اي او دوت اتش كده اخد الفانكشن دي كوبي كده، او هو اصلا مش عارف بقى الاكليبس هو، لو انا قلت كنترول دوت في الفي اس كود كده هيقول لي كريت ديفينيشن، فهيقوم عامل كريت ديفينيشن على طول كده. تعال بقى نفتح اللاب القديم بتاعنا ده. نسيبنا من ده دلوقتي. فكروا معايا بقى، انا دلوقتي حد هيجي يستخدم الجي بي اي او هيبعت لي بوت نيم، انا ما اكسبكت مثلا اللي هو هيستخدمه كده. لو انا جيت في المين كده هلاقيني جي بي اي او كونفيج بن على بوت ايه النمبر مثلا زيرو، المود المود هنا اللي هو بوش بول اوت، اللي هو اوت بوت اوبن درين بوش بول بول اب بول داون الحاجات دي. فانا هقول ان الزيرو ده هو عباره عن بوش بول، والديفولت ستيت بتاعه المود ده اللي هو لو احنا جينا في الريجستر ده اللي انا في الريجستر هنا اللي هو input general purpose out alternate function analog، فانا المود ده مثلا 0 اللي هو input او 1 اللي هو output، والديفولت لو هو مثلا output فالديفولت state هنلاقي اللي هو فيه push pull و open drain، ف 0 مثلا هيبقى open drain. فازاي بقى اول حاجة ايه المشكلة اللي قابلتنا من، انا دلوقتي ما بتكلمش على implementation بس، ايه المشكلة اللي قابلتنا واحنا بنستخدم الفانكشن دي؟ يعني انا دلوقتي اما اجي هقف على config bin دي كده، ونفرض هنا نهاش include gbio.h، هقف على config bin كده هلاقي فيه bot name bin number bin mode default state. البوت نيم انا قلت البوت ايه ده كاريدابيليتي تمام، بس انا بقى البين نمبر 0 1 2 3 4 ماشي، بس انا هاجي هنا بقى البين مود، انا منين عرفت ان واحد ده هو يقصد اللي هو انبوت، ومنين عرفت ان 0 مثلا انبوت واحد اوتبوت، واثنين هي اللي هي الالترنيت فانكشن واللي هي مش وثلاثة اللي هي اوت، منين عرفت؟ انا دلوقتي واحد جيت استخدمت لقيتك بتقول لي ابعت لي بين مود، فانا ما كنتش عارف ابعت ايه. يعني انتوا حاسين بالمشكله اللي انا بالظبط، بس انتوا حسيتوا بالمشكله وانا جاي استخدم الفانكشن؟ يعني صعبه في القرايه، صعبه ان واحد يتخيل يكتب ايه هنا. اول حاجه صعبه في القرايه، تاني تاني حاجه انا انت ممكن البين مود ده تكون هو الريجستر مش سهل كده، ممكن تلاقي الفاليو 0001011011 ديت كانت فاليوز اصلا تانية 3 4 5 6، انا اعرف منين؟ يعني انا هل انت كيوزر او انا كيوزر انت بتاكسبكت ان انا اروح افتح افتح داتا شيت واقعد بقى اشوف انت كنت تقصد ايه بالبين مود انا بعتها لك ازاي؟ صح معايا ولا مش معايا؟ ايوه تمام صح. تمام.
تمام. فاول اول مشكله دلوقتي انا لازما ابروفايد لليوزر ايه معنى، يعني قبل ما امبلمنت خالص، قبل ما افكر في الامبلمنتيشن، ايه معنى الحاجات اللي انت هتبعتها لي للفانكشن. فهاجي برضك في الجي باي او دوت اتش كده، هقول بقى البوت نيم، ممكن اقول هاش ديفاين جي بي اي او، واحط قدامه ايه، اقول هاش ديفاين جي بي اي او بي، واحط قدامه بي كده، جي بي اي او سي بي، واحط قدامه سي دي. فما اروح الدوت سي تاني، هقول بدل ما انا استخدم الاي كده، هقول انا عاوز استخدم جي بي اي او اي. جي بي اي او اي ده انا استخدمته كاسم، انا ما بصش على الفاليو. الفاليو ديت انا ممكن بدل اي بي سي، ممكن انا في الديفينيشن اروح احطها 012 واستخدمها واستخدمها في الامبلمنتيشن على اكنها 012 بس كيوزر. هو وهو جاي يباصي البارامتر، فهو واقف هنا البوت نيم، فروح في الدوت اتش هلاقي، هيلاقي هنا هاش ديفاين. ويا سلام بقى لو عملت كده، قلت كده ان ده بورت نيم، فساعتها هو اليوزر بيفتح دوت اتش، انا خلاص ده البورت نيم، ده الحاجات اللي انا هبعتها، ده الاسماء اللي انا هبعتها. البين نمبر نفس الكلام، بس عشان البين نمبر من 0 لـ 15 فهنا خلاص هي من 0 لـ 15. البين مود بقى انا هاجي كده هقول بين مود، انا برضك هاجي اديله شويه ديفينيشن، اقول هاش ديفاين ايه البين مود اللي عندنا، هتيجي هنا تقول انبوت، ممكن تقول جي بي اي او انبوت. الانبوت ديت انا اليوزر ملوش دعوه بالفاليو، بس انا باكسبكت مثلا اللي احنا في الريجستر باي كونفنشن كده هي 0، فاقول هنا 0x0x0x00. اجي اقول هاش ديفاين جي بي اي او اوتبوت X01 هي دي، أقول هاش ديفاين جي بي اي او الترنيت فانكشن اللي هي 0x02 اللي هي 10 دي. على فكرة الفاليوز دي بالصدفة هي طالعة 012، فهي لو كانت طالعة فاليوز تانية أو الريجسترز بتتعامل بطريقه مختلفه كنت هتلاقيني بحط هنا values على بطريقه مختلفه، وهنتعامل برضك بيها اما تيجي تتباصى، هن expect اللي هو بيباصى حاجات شكل كده، فهنتعامل هنقدر نتعامل معاها برضك. جي بي اي او analog 0x03. انا كيوزر هنا دلوقتي خلاص انا عرفت ان انا ممكن اكونفيجر البنايه اللي هي على بورت نيم اسمه جي بي اي او اي، البنايه 0، المود بتاعها هو جي بي اي او اوت بوت. بالتالي بقى الديفولت ستيت، الديفولت ستيت ده بالنسبه لي فور سمبليسيتي دلوقتي، لو البنايه اوت بوت فالديفولت ستيت انت عاوزه بوش بول ولا اوبن درين. فهاجي برضك هنا في الدوت اتش قبل ما اعمل امبلمنتيشن كده، قبل حاجه هقول هنا ده الديفولت ستيت، واقول ان هاش ديفاين جي بي اي او بوش بول 0x00، هي فعلا الفاليو 0 باي ذا واي. يعني برضك ان الماكروز باي كونفنشن في السي بتبقى كلها كابيتال كيس، كابيتال كيس
لما الكلمات كلها تكون كابيتال فاحنا بنفصل بينها باندرسكور علشان احنا ليه بنكتبها كابيتال، هي باي كونفنشن في السي اللي هي بتكتب كابيتال. يعني لو كتبتها سمول عادي بس انت هتكون اللي هيجي يقرا الكود بتاعك هيستعجب. هاش ديفاين جي بي اي او اوبن درين درين صح اوكي 0x01 ده كده فور سمبلستي. فانا دلوقتي قبل ما امبلمنت خالص اليوزر هيروح يكونفيج البن. دلوقتي انت عاوز الديفولت ستيت ايه بقى؟ هو جي بي اي او بول تمام كده. كده اليوزر عرف يستخدم الحاجات دي. فاحنا لما عملنا ديفينيشن للحاجات دي نيجي بقى الامبلمنتيشن. احنا دلوقتي ادينا حاجات لليوزر هو يستخدمها، فاحنا في اكسبكتيشن للفاليوز اللي جايه ديت هتكون شكلها عامل ازاي. فانا كامبلمنتيشن بقى هو يبعت لي ل A B C D. فانا اول حاجه واحنا هنعمل امبلمنت C++ ولا C ايه؟ هنعمل امبلمنتيشن بالC++ ولا بسي؟ لا لا كله سي، كله سي، مفيش سي بلس بلس خالص. امال حضرتك فتح فايل سي بلس بلس؟ اه لا ده انا ده بس دوت سي مش دوت سي بي بي بس كده. فدلوقتي انا هو دلوقتي اليوزر هيبعت لي بوت نيم اي بي سي دي ايا كان، هيبعت لي بيت نمبر، هيبعت لي بين مود عباره عن رقم 0 1 2 3، هيبعت لي ديفولت ستيت لو هي اوتبوت، لو انا لو البنايه دي اوتبوت هيبعت لي 0 1. فانا دلوقتي عاوز امبلمنت بقى. احنا هنا دلوقتي البوت نيم اللي جاي لي انا عاوز ايه من البوت نيم علشان اعرف يعني البوت نيم هيحدد لي ايه. انا دلوقتي هنا في الداتا شيت هيحدد لي مكانها في هنا بوت ده والبوت ده والبوت ده والبوت ده، فهو هيبعت لي البوت نيم كاسم مش ريجست كاسم. فانا المفروض من البوت نيم احدد معلومه ايه، مكان الادرس الريجسترز اللي انا هل انا هتعامل مع ريجسترز ال A ولا هتعامل مع ريجسترز ال B ولا هتعامل مع ريجسترز ال C ولا صح. فهنا هقول هنا if port name، لما هقول if port name equal equal هل انا اقول equal equal A ولا اقول equal equal G by O A، انهي احسن؟ هل انا اعمل كده ولا اعمل كده انهي احسن؟ سويتش كيس لا سيبك دلوقتي من سويتش كيس، انا بتكلم على الكومبارزون. لا جي بي اي او اي احسن. جي اي او اي احسن ليه؟ عشان خاطر احنا اصلا كنا عايزين نعمل كده علشان يبقى ريدبل اكتر، ريدبل بلس ان دي الفاليوز اللي اليوزر هيبعتها. فانا لو رحت في جي بي اي او ده جه في الامبلمنتيشن كده قلت زيرو فهو كده كده هيبعت لي جي بي اي او اي برضك. فالامبلمنتيشن لما يجي يقارن هنا هيقارن دلوقتي بالزيرو مش هيقارن بالاي صح ولا لا؟ يعني هو دلوقتي لما يجي في المين دوت سي هنا هو مش هيبعت مش هيقول ايه كده، لا ده هو هيبعت لي الاسم. الاسم بقى كان معمول له ديفينيشن ايه، كان معمول له ديفينيشن واحد، كان معمول له ديفينيشن زيرو، هو مش فارقه. انت في كامبلمنتيشن برضك انت معتمد على الاسم، معتمد على الاسم اللي اليوزر بعته. فاحنا هنا كامبلمنتيشن هنا انا اقول if both name equal equal a both a، فساعتها انا دلوقتي بتعامل مع الريجسترز بتاعه both a. else if both name
equal equal GPIO المفروض هنا هتعامل مع الريجسترز بتاعت البي وهكذا. بس علشان البوت يعني البوت الجي بي اي او اي والجي بي اي او بي ودي حاجات كونستنت لزيروز لكاركترز بدل اف الس، فهي ممكن تبقى شكل ما زميلكم قال تبقى سويتش كيس احسن. سويتش كيس على البوت نيم، وليه هنا البوت بوت نيم كيس جي بي اي او اي برضو كيس جي بي اي او اي، هعمل كود بيتعامل مع جي بي اي او اي كيس جي بي اي او بي، هعمل كود بيتعامل مع جي بي اي او بي. تمام كده. احنا دلوقتي حد واقع في حاجة قبل ما نكمل؟ بس خلاص. احنا لما حطينا لما كنا حاطين ايه بس من غير جي بي اي او اي كان هيبقى فيها مشكلة غير ان بس دي انضف؟ ان انا كده اول حاجة انت كده الامبليمنتيشن ما عادش معتمد على الفاليوز اللي اليوزر هيبعتها، هو معتمد على فاليو انت عملتها في السي في الدوت سي هنا بس. اما لو هو كان معتمد على الفاليو اللي هو اليوزر هيبعتها، فانا انا مثلا جيت قلت والله انا مش هبصي، انا هبصي زيرو كده. فهل اما انا اروح في السي دلوقتي كده اليوزر كمين دوت سي هو بعت جي بي او اي، بس هو ما يعرفش هو جي بي او اي هي، انا مديها له زيرو، انا كهيدر فايل كاي بي اي انا مديها له ان انت بصي لي هنا زيرو، بس كدوت سي هنا كدوت سي هنا في الجي بي او دوت سي ايه ده؟ ده انا كنت اكسبكت اللي هي ايه؟ فالكود كده هل بوت نيم اما يتبعت هنا زيرو هل كيس ايه هتتنفذ؟ لا لا، يبقى محتاج يتغير هنا كمان. محتاج ان هو يتعمل زيرو كده، فبدل التعديله دي لا، طب ما انا اعتمد على النيم وخلاص، يبقى فيدابل بلس انها فعليا معتمد على الفاليوز اللي اليوزر هيبصيها. تمام تمام شكرا. فدلوقتي خلاص انا من البوت نيم خلاص عرفت ان انا هتعامل مع الريجستر. طب هجيب الريجستر من فين بقى؟ نعمل اوفست، يبقى في اوفست من الادرس الاصلي. احنا كنا في اللاب الاول كنا عملنا ايه يعني؟ كنا عملنا ايه قبل المين علشان نعمل كنا عملنا ديفينيشن للريجسترز صح؟ انت قصدك دي بالاوفست، قصدك ان انت تعمل ديفينيشن للريجستر اللي هي الاوفست. انا دلوقتي عرفت ان انا هتعامل مع جي بي او بي، فانا دلوقتي عاوز كل الريجسترز بتاع جي بي او اي، فانا هجيبها ازاي؟ هروح بقى للمومي ماب، هديفاين البيس ادرس بتاع جي بي او اي، واقوم مديفاين بقى الريجسترز بتاعته اللي هي جي بي او اي مودا ريجستر، جي بي او اي اوتبوت تايب ريجستر، جي بي او اي سبيد ريجستر وهكذا. فالريجسترز دي بقى انا ممكن اجي هنا كده علشان اسهل عليكم. هاجي كده واكتبها هنا. فدلوقتي اللي انا عملته فعليا ايه؟ انا هاش انكلود يوتيلز، اليوتيلز ديت فيها الريجستر اللي هي اسمه 32 ده اللي هي بتاخد البيز ادرس والاوفست، والديفاين لنا الريجستر اللي هو عباره عن بوينت ريفرنس البوينتر لادرس مجموعه عليه اوفست. فانا دلوقتي رحت جبت الجي بي او بيز ادرس، جي بي او اي بيز ادرس اللي هو الادرس ده من داتا شيت اللي هو ده، حطيته كهاش ديفاين هنا في الدوت سي احنا هنا، بعدين عرفت جي بي اي او مودر
اللي هو register 32 من الادرس offset 0 GPIOA output type register register 32 من الادرس offset 4 لحد GPIO pull up pull down pull up pull down register GPIO output speed register output type register input the input register output register. فكل الريجسترز حتى الريجسترز اللي انا مش ممكن اللي احنا ممكن ما نتعاملش معاها دلوقتي انا حطيتها اللي هي بنروح كده على السكشن ده هنلاقي ده وده لحد ما ننزل اللي هو الالترناتيف فانكشن هاي والالترناتيف فانكشن. فانا دلوقتي عملت ديفينيشن ريجستر. نيجي بقى احنا دلوقتي خلاص عرفنا ان احنا في بورت ايه عاوزين بقى على حسب البين نمبر نحط المود بتاعها. يعني احنا اليوزر دلوقتي في المين دوت سي وعاوز على البناية رقم واحد تكون اوتبوت وتكون بوش بول. فهعمل ايه بقى؟ يعني المود ريجستر بيتحكم هو في البناية تكون output ولا input ولا. فهروح على موضة register هنا هلاقي register ده هنفتكر البيت masking ونعمل ايه عشان نحط values اللي جاية من اللاب الاول. فحد بقى يقول لي هعمل ايه هنا؟ انا دلوقتي معاك bin number ومعاك bin mode هيتبعت لك. البين mode ده انت عاوز تحطه في البناية اللي هي رقم مثلا دي بناية واحد دي بالنية 2 انت هتحطها في البنية رقم 2 ده. المود اللي مطبوعت لك هنا ومبعت لك بنية رقم 2 عاوز تحط الداتا اللي جاية في المكان ده بس. نعمل ايه بقى؟ هنعمل الاول ماسك نعمل 1 وبعدين هنعمل له شيفتنج. اول حاجة خلي بالك هو الماسك هنا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا ايه؟ هو مش احنا كنا نقول احنا هنحط 0 1 ماشي. الماسك انا قصدي النمبر اوف بيتس بتاعه الماسك في دلوقتي النمبر ان هما 2 بيتس. فالماسك ساعتها هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى ان احنا بنشوف البلوك اللي احنا فيه وبنضربه في عدد البيتس. فيعني المفروض لو احنا عايزين نحط في 2 يبقى 2 ملتبلاي 2. بس الحاجة اللي انت هتشفتها هتكون مكتوبة ازاي؟ 0 0 x 0 0 x 0 1 shifting 0 x 0 1 ولا احنا قلنا الماسك بنحط وحايد قدام البيتس. فاحنا عندنا وحيدين مش واحد بس. تمام 0 x 0 3 تمام. احنا دلوقتي البين نمبر اللي جاي لك هو البين نمبر جالك از برامتر في ان عدد الوحيد اللي في الماسك كده الماسك. اوكي صح كده. بالماسك ده بقى هعمل ايه الاول؟ علشان هعمل ايه في البتاء في البنايه رقم 2 دي علشان احط الداتا؟ مش الآن المفروض بنعمل clear وبعد كده نسيت الداتا؟ clear ازاي بقى؟ هنعمل ending مع هنعمل ending وtoggle مع الماسك. فأنا register هستخدم register name اللي اسمه اللي هو مش احنا نجيب البورت نيم؟ الايه؟ معلش اللي هو GPIO A اللي هو output type. output type ولا mode of؟ تمام. هو اسم كفاريبل بس هو احنا نعرف اسم الريجستر اللي بتعامل معاه ايه وازاي نتعامل معاه. فانا دلوقتي هجيب المودر كده. فالمودر ده كفاريبل انا عاوز اكليف. فالكليف قلنا and equal toggle. كده احنا عملنا ايه؟ عملنا كليف على حسب البين نمبر اللي مبعوته. لو البين نمبر زيرو فهيكليف اول اتنين. لو البين نمبر واحد هيكليف اول تاني اتنين. لو البين نمبر تلاتة زي اتنين قصدي هيكليف ده. لو البين نمبر اللي مبعوته
15 هيكليب اخر 2 بت بالاكسبيشن اللي احنا عملناه ده. بعد ما عملنا كليب عاوزين بقى نحط الداتا اللي جايه. هنحطها ازاي؟ الداتا اللي جايه هي فعليا البين مود دي اللي هي جايه لصفر لواحد لاثنين لثلاث. انا عاوز احطها بقى هنا او هنا او هنا او هنا. احطها ازاي بقى؟ مش احنا هنعملها برضو شيفتنج بنفس عدد، يعني هنعملها شيفت بعدد البن بن نمبر ملتبلاي 2، وبعد كده هنعملها اورينج مع ال، نعملها اورينج مع الماسك. مع ايه؟ لا مع ال، مع الجي بي اي او، معلش مع الجي بي اي او موديل. بالظبط كده، بالظبط كده. كنا قلنا خطوه هنا ان احنا ممكن نعمل اند، يعني ان احنا نعمل اندنج مع الفلتر الداتا بس احنا خلاص احنا مدينه الاسم فهو يستخدم الاسماء فمش لازم الاستيب دي بس فوق يعني عشان كده. احنا عملنا ايه كده؟ اليوزر بعت هنا اوتبوت، بعت انبوت، بعت الترناتيف فانكشن، بعت انالوج، فهو على حسب اللي هيبعته هنا المود هيتحط فيه. الحته بتاعت اللي احنا هنعمل اندنج عشان ايه؟ عشان نفلتر ايه؟ عشان هنا بتاع المين مود هنا ولا هنا؟ انت قصدك هنا ولا اللي هنا؟ هو بعد ما عملنا دي خلاص كنا بنقول الحته دي كان فيها ممكن نعمل فلتر باندنج، فانا مش فاكره ده كان فيه. انا المشكله ان بين مود انا اكسبكت اللي هي 0 اكس مثلا 3 تمام. انا اليوزر ممكن يبعت لي حاجه كده 0 اكس 1 1 7 رقم اكتر من عدد البيتس يعني، فنفضي بقيه البيتس صح. فانا عاوز اصفر البتات اللي ماليش علاقه بيها. تمام. فلازم انا اقوم اعمل له اندنج مع ماسك مثلا بعدد البتات اند كده مع 0 اكس 3. فهو لو بعت مثلا سيبك من رقم 7 6 عشان تبقى ليها، فزيرو اكس 6 دي اللي هي كام؟ اللي هي 0 بي 0 0 0 0 0 1 0 1 او كده 1 0 تمام. فانا كل اللي انا مهتم بيه هو التو بيتس، مش مهتم بالواحد الزياده ده. فما اعمل اند مع 0 بي 0 0 0 0 0 0 1 1 فساعتها انا نزلت الاثنين دومت بس، واي حاجه بره الماسك بتاعي انا اهملتها بس. فهي دي لازمة ان انا ممكن اقول اند مع 0x 03 هنا، بس احنا عارفين مدينه اسماء فمش لازمة يعني الستيب دي مش لازمة. تمام كده؟ دلوقتي خلاص احنا على حسب المين مود اللي هو بعته انا هحط الحاجة اللي مبعوطة على حسب البين نمبر اللي بعبطه كمان. تمام. دلوقتي الديفولت ستيت بقى، الديفولت ستيت ده احنا دلوقتي اعتبرناه انه هو بس هيتحكم في الانبوت والاوتبوت دلوقتي، يعني هنقسيوم دلوقتي كده ان هو الديفولت ستيت ده اللي هيبعت جي بي او بوش بول، اللي هيبعت جي بي او اوتبوت درين. فانا هستخدم انهي ريجستر علشان اتحكم في الديفولت ستيت؟ واحنا رحنا هنا في ال الديفولت ديت، لو انا رحت هنا في ال هنا الاوتبوت، هنا الاوتبوت تايب، فهو الاوتبوت تايب ريجستر هو اللي بيتحدد ان انا البنايه لا اما اوتبوت بوش بول، لا البنايه تكون اوتبوت اوبن درين صح كده. في نفس الكلام انا اروح استخدم الريجستر اللي هو اسمه اوتبوت تايب ريجستر. هاخد الاوتبوت تايب ريجستر كده واتعامل معاه نفس المعامله بالظبط. اول حاجه الديفولت ستيت ديت لاقيها صفر ل 1، فانا اعمل ايه الاول علشان احط الداتا اللي جايه شكل ما هي؟ يعني قصدي حضرتك ان احنا بنعمل كلير الاول؟ بالظبط كده. هعمل كليب هي بقى نفس الكلام 0x 01 شيفت
البين نمبر. ليه عملنا بين نمبر؟ بس علشان الريجستر هو وحايد والباقي ريسيرفد، فخلاص الماسك هو اصلا 1 بت والشيفت 1 بت. فانا هقول اند ايكوال كلير كده، وبعدين جي بي اي او كده اوف الديفولت ستيت اللي جاي هو ايكوال شريفت البين نمبر. هل اللي انا كاتبه كده صح ولا غلط؟ صح بالظبط كده. يعني دي طريقة. ممكن طريقة تانية ان احنا مثلا ممكن نعمل if condition على الديفولت ستيت اي حاجة. ممكن if condition الديفولت ستيت هو open the main GBIO مثلا GBIO push pull. لو default state جاي كده else. لو default state جاي equal GBIO نفس الطريقة بقى اللي هي open دبين. فالكود اللي هنا لو انا عرفت ان الديفولت ستيت جاي هنا، فمعنى كده اللي انا اروح اكليب البيت نمبر. يعني لو الديفولت ستيت جاي جي باي او بوش بول، فبدل ما كنت اعمل الخطوتين دومت ممكن اعمل كومنت كده واقوم رايح عامل ايه. انا عرفت الديفولت ستيت اللي جاي بقى بوش بول، فانا اروح اخد كده الاوتبوت بتاع الريجستر اعمل ايه. لو بوش بول هعمل كلير للبت، فأقول and equal 1 0x1 shift البين نمبر. طب لو هو جاي open the main، فأنا هعمل set. فبدل يعني دي طريقة ان انا الداتا اللي جالي احطها as is من غير ما تشيك عليها، او ممكن اتشيك على الداتا اللي جاية. بس انا حبيت اقولها هنا بالذات ان هنا الداتا اللي جاية هما two values بس. فممكن الاف كونديشن تكون ده انا هقف هما two. طب مثلا لو الداتا اللي جاية بالبين مود هنا 4، فنفس الكلام كنت انا ممكن اقول لو البين مود هو output فانا اروح اسيت واكليب بتاع معينة، لو input فانا اروح اسيت واكليب بتاع معينة، لو alternative function فانا هروح اسيت واكليب بتاع معينه، لو analog فانا هروح اسيت وكليب. طب لو الفاليوز دي 8 او 14 16 32، فالاف else كلها تبقى كبيره. فالطريقه دي هي more compact يعني احسن. وهنا عارفين احنا بنكليب ونحط الداتا اللي جايه وخلاص بدل الاف كونديشن. حد عنده حد مش فاهم الحته اللي احنا قلناها هنا دي؟ أنا مش فاهم. بس مش فاهم جزء اللي هو pin number multiply to. أنت اتفرجت على lab واحد؟ آه تفي. أوكي، بس إحنا قعدنا كتير فيها قوي. إحنا دلوقتي كنا إحنا بنشرح concept ال bit masking، فقلنا إن لو أنت عندك register أهو. أيًا كان بقى ده البتاية، تعال نعملها كده 0 1 2 3 4 5 6 7 لحد هنا كده، ده الريجستر بتاعك. اوكي، انا لو جيت قلت لك ان الريجستر ده متقسم بتات معينه اللي هو البتاية الاولى البتاية الثانيه البتاية الثالثه البتاية الرابعه، وانا عاوز اقول لك انا عاوز اسيت البتاية رقم 4، فانت كنت بتعمل ايه؟ احنا بنتعامل مع ريجستر از 1 بت دلوقتي، فانت كنت بتعمل ايه؟ بتروح تقول انا ايه قول بشفت بعمل ماسك بواحد مثلا اللي هو واعمل له اور على بتاع رقم 4، واحد شيفت 4 اللي هو ده الماسك اللي هو كاننا حطينا 0 0 0 1
صفر 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 اوكي صح مظبوط. اعمله اور مع الفاريبل اللي عايزها. ماشي دلوقتي بقى لو انا الريجستر ده احنا كلوجيكال هو متقسم اتنينات اللي هو كل 2 بيتس كله 2 بيتس كده. تعال نعملها بلون تاني. انا عارف ان انا طولت. كل 2 بيتس كده بيكونترولوا حاجه معينه. فانا بالنسبه لي اكني شايف ان ده كلوجيكال زيرو. نشيل ده. انا عاوز اشيل ده كده. ايوه تمام تمام افتكرت. ايوه خلاص الحمد لله. قلنا دي كده هشوف ده لوجيكال 0 لوجيكال 1 لوجيكال 2 اكنها البتاع رقم 2 لوجيكال 3. فانا لو عاوز أيوة. عاوز بقى الماسك قلنا عدد البتات. فانا الماسك دلوقتي الريجستر مكون من 2 بت فهو اكنه 11000000 اللي هي 0x3. طب الثلاثه دي شفتها فين؟ شفتها شفت ليفت كام بقى عندك كام واحد في الماسك؟ هو 2. طب البيت بوزيشن هي 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3؟ فمثلا انت عاوز تجيبهم هنا الوحيد يجوا هنا كده والباقي صفار كده فهتحط البيت بوزيشن 2 فالاكسبريشن ده يطلع لك الاكسبريشن ده. ايوه تمام. اوكي هي اصلا الطبيعه اصلا ثابته. الماسك اهم حاجه تعرف تديفاين الماسك. وانس اللي انت عرفت تديفاين الماسك فانت هتكليف هتحط داتا جايه لك وخلاص. ايوه تمام. على فكره هو اللاب دلوقتي احنا بادئين 9:30 10:30 11:30 يعني احنا لسه ما جيناش 11:30 فده معناه ان لسه في وقت بس تقريبا الناس زهقت وخرجت. اسمعني دلوقتي خلاص احنا على حسب البورت نمبر عرفنا احنا بنتعامل مع انهي ريجستر ونحط فيه البين مود ونحط فيه الديفولت ستيت بالفور لاينز دول. فانا هاجي برضك في البورت بي اجيب الريجسترز بتاعه البورت بي من فين؟ ما انا لازم اجيب الريجسترز بتاعه البورت بي. فنفس الكلام هروح بدل الوقت بقى ما يسوقنا اروح كده عشان انا اعملهم هاخد الريجسترز بتوع البورت بي كده واقوم حاططهم هنا واقوم واخد نفس كل حاجه كده بالظبط واقوم واخد ده كده. فكرة احنا ما ناخد بوينتر بقى احنا شايفين دلوقتي في كود ريبيتيشن. ممكن حد يحس بكود ريبيتيشن بس ما ناخد البوينتر وناخد الارايز كل الريبيتيشن زيها هتروح بس احنا ماشيين واحده واحده. فكل اهم هعمل سيلكت كده سيلكت كده سيلكت كده سيلكت كده كل اللي انا هعمله اشيل ايه احط ايه بس نفس الكلام بس انا مش عاوز بقى ازود. انتوا اللي هتزودوا هتقول كيس GBIOC انت هنا تو ريك سي مودي انت اللي هتعملهم في البيت. اوكي كده تمام كده خلصنا اول فانكشن. بس احنا الحته بقى اللي ناقصانا هنا ايه؟ يعني احنا دلوقتي كل ما انا هاجي اضيف ريجستر هضيف ريجسترز فوق كده والاقي الفانكشن امبلمنتيشن في السي تحت كده. فعلشان كده قلنا ان احنا هنضيف دي سميناه برايفت. احنا دلوقتي الهاش ديفاينز دي احنا عملناها فين؟ عملناها جوه الفايل بتاعه السي. معنى ان هي جوه الفايل بتاعه السي ان المين اللي هنا اللي هو عمل انكلود لجي باي او دوت اتش هو مش شايف اي ريجستر هو شايف بس الاي بي اي ده. الاي بي اي ده هو عباره عن ده كده. احنا قلنا الاي بي اي هو مش لازم أن يكون فانكشنز هو حاجات بت بنستخدمها عشان نتعامل مع الدرايفر. فالاي بي اي ده هو شويه ديفينيشنز وتو فانكشن مش شايف اي ريجستر ديفينيشن ولا اي حاجه. فعلشان برضك السي فايل ما يكونش فيه حاجات كتير هنا فاحنا كنا هنيجي هنا في الجي بي اي او هنعمل فايل اسمه جي بي اي او برايفت
.h. في ناس بتحب تسميه gbio register file فأيا كان، بس دي التسمية عامة، التسمية دي من أوتوزار مستخدمة في الاندستري، فاحنا ماشيين بالconvention. الprivate.h ده هنشيل الحاجات اللي احنا كتبناها register definitions كده، نحطها في .h كده، بعدين نيجي في .c هنا نقول hash include gbio private.h، فكده الفايل.c رجع طبيعي عادي رايح على الفانكشن implementation على طول. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. ناقص الايه؟ ناقص ال gbio write bin، ناخدها كده بقى، نيجي هنا نفس الكلام، هو يبعت لي بوت نيم اللي هو gbio abcd بالنمبر الداتا لزيرو لواحد، فنفس الكلام من البوت نيم هعمل ايه؟ هعمل سويتش كيس عليه، هاخد ده كوبي كده واشيل الامبلمنتيشن من هنا، والامبلمنتيشن بس اللي هيتغير. دلوقتي انا عاوز بقى الايت، يعني لو انا هاجي في السي هقول gbio write bin، انا عاوز البن فين؟ هو على gbio a. البن نمبر كام؟ انا عاوز على البن نمبر واحد. الداتا هي واحد ولا صفر؟ هي واحد ولا صفر دي كمان احنا كنا في الاردوينو كنا بنلاقيه عامل لك او عامل لنا هاي ولو، بدل ما يحط بدل ما اليوزر يقول ها واحد او صفر فاحنا ممكن نعمل هاي ولو. فممكن احنا برضو نيجي هنا في الجي باي او اتش نعمل هاش ديفاين هاي تو اكس 01 وهاش ديفاين لو 0x00، وبعملنا كده عشان بالترتيب نحطها في الأول كده وكده، نعمل كده ونعمل ده الداتا. هو الكومنت ده بس اختصار كده بس عشان ما عودش أكتب كتير. فدلوقتي لو اليوزر هيجي يستخدم كده فهيقول gbio write bin على البناء رقم واحد عاوزها هاي. فانا اول ما شفت الديكليريشن كده انا عاوز بقى امبلمنت جي بي اي او رايت بين، هعمل ايه دلوقتي؟ انا عرفت البورت، من البورت معايا البين نمبر ومعايا الداتا، استخدم انا الريجستر علشان ارايت على حسب الداتا اللي داخله. اول حاجه حدد الريجستر، انا بايت بالنهايه دلوقتي انا بستخدم انا الريجستر الانبوت الانبوت انا برايت انا بطلع رايت اوت بالظبط الاوتبوت داتا ريجستر اللي هو جي بي اي او اوتبوت داتا ريجستر. فانا هنا هقول انا بستخدم جي بي اي او اوتبوت داتا ريجستر، انا عاوز احط الداتا اللي جايه لي الطريقه اللي احنا المعتاده اللي احنا قلناها. هنعمل ايه؟ هننظف الاول، هنكلير الجي بي اي او اوتبوت داتا ريجستر، هو عباره عن وحايد يعني كل بنايه بتكنترول بتاعه معينه. فانا هنضف ازاي؟ هقول توجل 0x1 شيفت البن نمبر، كده انا نضفت. عاوز بقى احط الداتا جي بي او جي بي او اي اوتبوت داتا ريجستر او ايكوال الداتا شيفت ليفت البن نمبر، صح كده؟
كده الداتا اللي جالي صفر فهو هيكليب ويحط صفر، جالي اللي جالي واحد فهو هيكليب ويحط واحد. ممكن اعملها بالاف كونديشن عادي ايا كان، بس انا ميزه الاف كونديشن لو هي الستيتس بتاعتك قليله 2 او 4 ممكن تعملها بالاف كونديشن. الستيتس بقى 16 و 32 ممكن تلاقي ريجستر متقسم اربعات، فتخيل انت تعمل اف كونديشن على 2 أس 4. فالطريقه دي هي الجنرال، هعملها على البي برضو هنا على الجي بي او بي، كل اللي انا هغيره هغير اسم البي كده، وانت هتضيف السي والدي. تمام كده؟ وكده احنا عملنا ايه؟ عملنا سيمبل درايفر للجي بي اي او. الدرايفر فيه ايه؟ فيه تو فانكشن، كونفيجر بن ورايت بن بس. احنا بقى عاوزين نستخدم الدرايفر ده ان احنا نكونكت السيفن سيجمنت. السيفن سيجمنت هتعمل ايه؟ هنطلع لها الارقام. السيفن سيجمنت شكله ما انتوا عارفين هنا، لو انا جيت هنا اهو السيفن سيجمنت، احنا كل سيجمنت بيبقى على حسب هي كومن انود ولا كومن كاسود. انتوا عارفين الفرق بين كومن انود او كومن كاسود؟ لو محتاجين حد عاوز الفرق ده ولا انتوا اصلا عارفينه؟ انا مش عارفه. لا انا بس الواحد يعني لو لقيتوني عشان برضو تبقوا عارفين، لو لقيتوني بشرح حاجه ومش فاهمينها ما تتكسفوش. يعني انا بكون باكسبكت ان انتوا مثلا اتعاملتوا مع الاردوينوس كتير، اتعاملتوا ان انتوا تكونكتوا 7 سيجمنت، ان انتوا تكونكتوا ال سي ديز، الحاجات دي فانتوا اتعاملتوا مع الحاجات دي، فانتوا المفروض كنت كاردوينو ليفل. احنا دلوقتي اكننا بنكتب الفانكشنز الاردوينو كان بيديها لنا، فانا كنت بكون اكسبكت ان انتوا عارفين الحاجات دي. فلما بكون بقول حاجه وقفني على طول وقول لي لا قول الحاجات دي. فدلوقتي احنا ال 7 سيجمنت شكل ما احنا شفنا في الجراف، هي بتبقى 7 سيجمنت اللي هي سيجمنت 1، سيجمنت 2، سيجمنت 3، سيجمنت 4، سيجمنت 5، سيجمنت 6، سيجمنت 7. كل سيجمنت من ديت بتبقى عباره عن للدايه. للدايه دي اهي مثلا كده، هي البتاع كده للدايه كده، يعني السيجمنت دي كده يعني الداية كده. الداية ديت طرف متوصل، الطرف ده مثلا متوصل بره كده، والطرف التاني متوصل على الطرف التاني متوصل على كومن، على حسب الكومن هو ايه. يعني الطرف ده متوصل همشي كده، والداية دي مثلا ممكن كده هتلاقي الداية دي كده، الطرف ده طالع لك بره على الناحية دي، على الناحية دي الطرف ده هو ده هو ده، والطرف التاني متوصل على كومن معين. بس أنا بقى عاوز أجيب الرسمة دي علشان عاوز أجيب رسمة تانية توضح أكتر. وانا لازم ارسمها بقى وخلاص. انا مثلا هعمل كده وكده، مش لازم انا اكملها بقى. والبوكس ده كده، فالطرف ده كده طالع بره كده اللي هي بالنية ليكي، والطرف ده كده متوصل على كومن هو بيكون موطله هنا، والطرف ده كده طالع بره كده بالنهاية ليكي، والطرف ده كومن متوصل على كومن ده. ونفس الكلام لو انا جيت على السيجمنت اللي بعدها هلاقي كده دي طرف اهو، ده كده وكده وكده، هلاقي الطرف ده طالع لك بره كده اللي انت تكونكت بيه، والطرف ده متوصل على كومن. فانا لو افترضت ان كل ان السيفن سيجمنت دي كومن كاسود، يعني كل كاسود من الليدات اللي في السيفن سيجمنت
هي متوصلة بالكومن. دي الكاثود زي كل كاثود من ال 7 سيجمنت دي 7 دي ليد ودي ليد ودي ليد ودي ليد ودي ليد متوصلة ببعض كده، والانودز طلع لي بعض. فمعنى كده لو انا عاوز مثلا اشغل الليدات دي كلها اعمل ايه؟ ان انا اوصل مثلا ده على الجراوند واحط على دي واحد واحد وعلى الليدات اللي بعدها واحد 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 واحد، هلاقي ان الليدات دي نورت والليدات دي نورت والليدات دي نورت والليدات اللي هنا نورت والليدات اللي هنا نورت والليدات اللي هنا نورت والليدات اللي هنا نورت. عاوز مثلا اطفي البناية دي فحط عليها صفر، فصفر مفيش كارنت هيمشي للصفر، فكده الداتا دي طفت. فدي معنى كومن كاثود. طب كومن انود العكس، الكومن انود بيكون مطلع لك الكاثودز بره. تعالى نرسمها هنا كده، هنرسم بقى واحده بس عشان ما نرسمش ما نعملش كومبليكيشن كده اهو. هي تقريبا هتبقى هي بس هنوصل زيرو عشان نشغلها صح. اه بالظبط، هو بيكون مطلع لك الكاثود هو اللي بره كده والانود هو اللي متوصل على الكومن. فالانود لازما انتوا عارفين في الدايود لازما الفولت هنا يكون اعلى من هنا، فلاما هنا بيكون لو احنا حطينا هنا 5 فولت فلازما نحط هنا صفر علشان كارنت يمشي ويشغلها. حطينا هنا 5 فولت يعني طلعنا هنا واحد، فواحد مش هيعرف يمشي كارنت عشان في 5 فولت، فكده مش هتشتغل. دي فرق بين كومن انود وكومن كاثود. فالسيفن سيجمنت بقى ايه؟ احنا اللي احنا ماسكينه ده هنا اللي طلع لنا A B C D E F G والديسمال بوينت دي. فعلشان مثلا اشغل واحد فواحد، لو انا عاوز اطلع السيفن سيجمنت واحد انا لازم انور ده ونور ده بس واطفي كلهم، فهلاقيني هنا بطلع على A صفر على B واحد على السي على السي واحد والباقي صفار. عاوز فهو هنا عاوز مثلا انور اطلع صفر على 7 سيجمنت، هتلاقيني بنور ده وده 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 ما عدا الجي، فهتلاقيني بكتب واحد 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 والجي بطلع صفر. فعاوز اكتب 2 اشوف رقم 2 بيكون عامل ازاي واشوف انا بطفي ايه وبنور ايه. فهو هنا قام عامل لك تيبل كده بيقول لك لو انت عاوز عاوزين بس اوكي، لو احنا عاوزين نكتب صفر فانت هتكتب واحد 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 من هنا كده لحد هنا، فهو من اول البي لحد الجي اللي احنا شفناها هنا دي كده اي بي سي دي اف جي. فهو هتكتب الرقم ده واحد 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 صفر، عاوز تكتب واحد فانت تكتب صفر واحد واحد صفر 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 بالترتيب كده. هتكتب رقم 2 هتكتب واحد واحد صفر واحد واحد صفر واحد صفر. هتكتب رقم 9 رقم 8 رقم 8 كله شغال اللي هي بالهكساديسمال 0x7 كذا. فالتيبل ده هو تيبل احنا بقى عاوزين ايه؟ عاوزين نوصل 7 سيجمنت ونستخدم الجي بي اي او درايفر علشان نكتب 1 2 3 4 5 6 بس بالجي بي اي او درايفر. فاول حاجه هنيجي مثلا احنا هنا في البروتوس هنيجي ندور على 7 نكتب كده 7 سيجمنت فهنلاقي مثلا 7 سيجمنت كومن انود 7 سيجمنت كومن انود 7 سيجمنت كومن كاثود بلو كومن كاثود جرين كومن كاثود ريد اي كان. انا اخترت 7 سيجمنت كومن كاثود ريد. اوكي الليد دي مالهاش الاس تي ام هنجيبه عادي. فانا هوصل ال7 سيجمنت ازاي على البورت A البنايه رقم 0 يعني كده البنايه رقم 0 بالحاجه اللي اسمها ايه الاول. تعال نشوفها هنا دي يا فين الصوره اللي انا كنت جبتها الثانيه. دي هوصل A ببناء رقم A B بناء رقم B C D E F G.
وهطلع بقى وحيد وصفار هنا علشان اطلع الارقام اللي هنا. فهنيجي في الدوت سي بقى اول حاجه انا معايا الدرايفر بتاع الار سي سي، فهقول ار سي سي اللي احنا عرفناه لازما ار سي سي انت، لازما انيبل الكلوك بتاعه السيستم، وبعدين ار سي سي انيبل دي حاجه انتوا تستخدموها على طول خلاص، ما قلناش بقى هنروح نشوف الار سي سي وكده، يعني دي ستيب هنسهل عليكم ان احنا هنعمل ار سي سي. انت دلوقتي شغال على ايه؟ على جي باي او اي، فانت هتروح هنا كده، هتروح على الميموري كده ماب، احنا جي باي او اي، فهتقوم كاتب او سي سي اسم البريفرال اندرسكور جي باي او اي، فكده انا عملت انيبل للكلوك على جي باي او اي كده خلاص. هنا بقى نكتب اللوجيك بتاع هنا display numbers on 7 segment، بس display number of 7 segment using GPIO بقى. فأول حاجة هعملها إيه؟ وقتي أنا عندي كم بناية؟ 1 2 3 4 خمسة ستة سبعة، سبع بنات. أول حاجة سبع بنات أنا عاوز أعملهم إيه؟ دلوقتي الـ 7 segment هي عبارة عن ليدات، فالسبع بنات دول لازم يكونوا إيه؟ مش هما يبقوا output ويبقوا حضرتك قصدك كده إن هما هيبقوا output ونحط عليهم وحيد؟ لا لسه هما هيبقى اوتبوت، بس الداتا اللي لسه هنحطها لسه ما الداتا ديت على حسب التيبل بقى، بس اول حاجه هنفكر فيها ان انا السبع بنات يبقى اوتبوت صح. تمام. فهاجي هنا في ستي هتلاقيني بكتب كده، حد مثلا يمليني كده، انا مثلا عاوز اكونفيجر البنيه رقم 0 اوتبوت، اعمل ايه؟ جي باي او كونفيج بن، البناية فين؟ على GPIOA. البناية رقم كام؟ 0. البن مود هو GPIO output. Full state قلنا هيبقى ايه؟ GPIO push pull. نفس الكلام كده هنا صفر واحد، البناية رقم اتنين تلاتة، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. من البناية رقم صفر البناية رقم ستة أنا خليتهم كلهم أوتبوت. دلوقتي خلاص كده الكونفيجريشن خلص. بعد الكونفيجريشن بقى انا عاوز فور اكزامبل دلوقتي اعرض الرقم واحد على 7 سيجمنت، فاحنا شفنا في التيبل هنا علشان اعرض رقم واحد فانا محتاج اطلع 0 0 0 1 1 0 0 0 0 اطلع، محتاج اطلع مثلا التفسير ده محتاج اطلع على البناية رقم 0 0 من على البناية رقم 1 1 على البناية رقم 2 2 على البناية رقم 3 0 على البناية رقم 4 0 على البناية رقم 5 0 على البناية رقم 6 0. فاعملها ازاي؟ حد يمليني سبع حاجات بالظبط. عشان نستخدم اللي هو الرايت بن ونحط على طول يعني بالزبط. نشوف جي باي او رايت بن احنا على بوت ايه؟ جي باي او جي باي او ايه وبعدين البن نمبر زيرو. انا عاوز احط بقى ايه؟ نحط زيرو عند زيرو هتبقى زيرو صح، وون هنحط عندها واحد، واثنين هنحط عندها واحد، والباقي كله صفار بالظبط. يبقى انا زيرو هتبقى لو كده، وبعدين كده كده بس كده
ماشي. واحد تبقى هاي، اثنين تبقى هاي، ثلاثة أربعة خمسة ستة بس. وكده السيفن سيجمنت هتعرض واحد وخلاص. وتعال بقى نكمبايل، ما كملناش الكاونتر بس دي أول ستيب مثلا. كومبايل بقى ازاي؟ عشان بس انا كنت احنا دلوقتي في لاب فور ستارت اب نعمل ريفريش كده. اللي هيكتب على اكليبس على طول مش ريفريش ده مش هيجيله عادي. دلوقتي انا ضفت jib.io.c وهيطلع لي كومبايلر ايرور كده. فليه هيطلع لي كومبايلر ايرور بقى؟ علشان لازما اي حاجه انا اضيفها لازم هنا مثلا في السي، هنا في السي هو ما يعرفش ايه jib.io.h لسه، هو بس عشان انا كنت بكتب في الفي اس كود فهو بيسيرش في الفولدر كله وبيعرف هو jib.io فين وبيعرف يشوف هو دي ايه وكده. بس اكليبس لازم انا اقول له ايه الانكلود فولدر بتاعك اللي انت تسيرش فيه وايه السورس فولدر بتاعك اللي انت تكمبايل فيه. انا كنت مديكو الار سي سي، انا كنت عامل الكونفيجريشن ده، انا ضفت الفولدر وعملته از سورس فايل وحطيته في الانكلود باص. في اي درايفر احنا هنيجي نضيفه هنضيف الفولدر وهنضيف الفايلز، بعد كده نعمل كليك نجيب البروبيرتيز بتاعه البروجكت، نروح على البروسيسور بتاع السي، نروح على الانكلودز. هو باي ديفولت اصلا عشان البروجكت انا مديهولكم، فانا كنت عامل اللي هو الانكلود باص. يعني ايه هو الانكلود باص؟ ايه الحاجات اللي بيسيرش فيها علشان يشوف الهيدر فايلز اللي احنا بنمبورتها كده، ان احنا بنقول هاش انكلود واحنا في المين، فهو بيعرف منين ان فين جي بي اي او دوت اتش ده، فهو بيروح يسيرش في الباصز اللي احنا بنديها له كده. فانا اقوم قايل اد من الورك سبيس على الجي بي اي او واقول اوكي، فكده اقول اوكي، فكده الجي بي اي او فولدر ده الانكلود باص بتاعه فيه يعرف يشوف الجي بي اي او دوت اتش ويعرف يشوف الجي بي اي او برايفت دلوقتي، بس احنا مش هنمبورت البرايفت. ونقول ابلاي اند كلوز، نقول يس. فدلوقتي خلاص احنا في المين اهو، هو عارف يشوف الجي بي او، وهقول كنترول كده وكليكايه فيروح لي على الفايل عادي خالص، وهيعرف يشوف لو انا وقفت على دي كده هيشوفها، لو انا وقفت على دي هيشوف هو بتكسباند الايه وكده. تاني حاجه، علشان احنا ضفنا في الفولدر ده حاجه دوت سي فايل، فلازما اقول لبرضك للبروجكت روح سيرش لي على دوت سي فايل في اماكن معينه. فاحنا لو لاحظنا هنلاقي ان السيستم عليه علامه زرقاء كده، والسورس عليه علامه زرقاء، والار سي سي عليها علامه زرقاء اللي هي ان ده فولدرز بتكونتين سورس فايلز اللي هي دوت سي فايلز. فانا علشان اعمل كده هقول كليك يمين على الفولدر كده، هقول بروبرتيز، اروح على ال سي بلس بلس جنرال، اروح على البي بروسيسور انكلود باسز او الباسز اند سيمبلز، هتلاقي ممكن التابه دي مفتوحه، اروح على السورس لوكيشنز، اقول اد فولدر، اقول جي بي اي او، اقول اوكي، اقول ابلاي، اقول ابلاي اند كلوز، بعدين اقوم عامل بيلد. البيلد طلع تمام خلاص. وهنا في حاجه، هو تقريبا مخرف، فانا لازم اعمل ريفريش بقى. هو عمل بيلد اصلا سكسس، بس هو الاي دي اي مطلع لي اللي هو مش عارف يقرا او حاجه. يوتيلز ماشي، ما انت مش عارف تقرا لي.
طب تعالى كده نعمل كده. اه هو كان مخرف اصلا فدلوقتي عارف يقرا عادي وعملنا بيلد نتاكد تاني. نعمل كلين نعمل بيلد. هو اللي احنا بنعمله ده عامه في البروجكت ان احنا بنضيف السورس فايلز والهيدر فايلز. كل اي دي اي بيبقى ليه بيلد سيستم خاص بيه. فعلشان احنا نعرف ان الاي دي اي ده انت لازم تروح تسيرش في الهيدر فايلز في المكان ده ولازم تنكلود السورس فايلز معاك في المكان ده. فكل اي دي اي ليه طريقه معينه. فالاكليبس هو بالحاجات اللي احنا بنعملها ديت هو بيجنريت حاجه اسمها ميك فايل اللي عاوز يسيرش عليه. من خلال الميك فايل اما بقول بيلد كده هو بيروح بيكومباين كل السورس فايلز والهيدر فايلز وكومباينهم مع بعض ويطلع الاوبجكت فايل. فاحنا بقى عاوزين ناخد الاوتبوت اللي طلع ده نحرقه على هنا. نروح على lab for startup release hex open اوكي run one طلع one. فكده انا كتبت one. انا بقى عاوز اكتب 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وديليز. اعمل ايه بقى؟ نفكر بقى مع بعض. نسأل جات جي بي تي. هو عامة ممكن لإما مثلا احنا هنا شايفين ان السبعة دمت كلهم كده اوتبوت. فبدل ما انا كنت اعمل سبعة مع بعض كده كنت ممكن اقول يو انت لازم اضيف هنا هاش انكلود اس تي دي types dot h. بعدين اقول مثلا uint 8 i equal 0 اقول for i equal 0 i اقل من 7 i plus plus واكتب line واحد كده وعلى حسب الأول نصح كل ده كده. وكده أنا عملت configuration من البتاية 0 للبتاية 6 as output. أنا دلوقتي عندي بقى هنا إيه point 8 counter بيبدأ من الصفر. أنا عاوز في الهوايل 1 بقى كده السهلة الكاونتر ده اي بلس بلس وبعدين الفولو بتاعتنا خلي بقى ده كده يو انت 32 اي ايكوال 0 اي اقل من اكبر طول ما اي اقل من مليون. ده الدليل اللي احنا بنعمله بايدنا دلوقتي اي بلس بلس وما تعملش حاجه. وبعدين بعد ما تخلص كده if condition لو الكاونتر ايكوال ايكوال 9 حط الكاونتر بصفر تاني. بين الحاجتين دومت انا باكسبكت الكاونتر هيجي لي من كام لكام. يعني هو تخيلوا كده احنا ما كتبناش حاجه هنا كاونتر بلس بلس. فالكاونتر دلوقتي ممكن مثلا نحط الكاونتر هنا فدلوقتي الكاونتر كام؟ الكاونتر بصفر.
احنا ما عملناش حاجه لسه، هيقوم عامل ديلي، الديلي ده 1 سكند، يقوم مزود الكاونت، الكاونت مش ب 10، هيقوم مش الكاونت نوت ايكوال 10 فهيسكبها، يقوم طالع تاني هيعمل كاونت بلس بلس تاني وهيجي هنا الكاونت بواحد، هيقوم جاي الفولوب مش هيعمل حاجه، هيدنه شويه بعدين يزود الكاونت، الكاونت لسه مش ب 10 لحد ما يوصل ل 9، لحد 9 هيجي هنا مش ب 10 هيجي هنا هينفذ حاجه، ان هو على حاجه هينفذ على حاجه فيها كاونت 9، بعدين يديلي بعدين يزود العشرة بيساوي 10 يقوم مسيت صفر تاني فيجي لك الكاونتر بصفر تاني. احنا بقى عاوزين نستخدم الكاونتر ده علشان نعرضه على 7 سيجمنت. فاسهل طريقة بان احنا عملناه ده ان احنا نعمل ايه، ان احنا ممكن ده كده ممكن نعمل سويتش كيس على الكاونتر ونقول كيس 1 او كيس 0 هتعمل انت كود ال 7 سيجمنت، كيس 1 هتعمل لي السبع لاينز اللي احنا كنا كاتبينهم بويك، كيس 2 هتعمل لي الحاجه اللي بتلعب ال 2، هتعمل كيس 3 وبعدين تعمل لي الحاجه اللي بتلعب ال 3 لحد كيس 9، تعمل الحاجة اللي بتعرض 9. طب ايه الحاجة اللي بتعرض 0؟ الزيرو بكله بناء اللي احنا كنا عملناه ايه، ان احنا عملنا جي بي اي او رايت بين على جي بي اي او ايه البناية رقم 0، انا عاوز اطلع هاي كلهم هيبقوا هاي، الزيرو كلهم هيبقوا اي ما عدا الاخيره 2 3 4 5 6 7، فدي هيطلعوا لو ودي زيرو 1 2 3 4 5 6. بعدين اخد ده كده كوبي تاني وكيس 1 هو كيس 1، فانا هاجي على الزيرو هتبقى لو ودي هتبقى هاي، هاي هنا ديت لو 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 لو، وكيس 2 وكيس 3 اقعد اكرر كده لحد كيس 9. فاحنا دلوقتي اللي هيحصل اللي هو عشان احنا ما عملناش كل الكيسز، هو هيطلع هيعرض زيرو بعدين يستنى ديلي شوية بعدين يعرض واحد بعدين يستنى بقى الحاجات اللي هيتحصل هنا وبعدين يرجع تاني زيرو. نجرب كده البيلد بقى، نعمل بيلد من هنا نعمل run. فدلوقتي 0 1 المفروض هو كان increment 2 3 4 5 6 على حسب الكود اللي احنا كتبناه هنا كده، بس انا عشان ما هقعد اكرر كل الكود هياخد وقت بقى. واحنا خلاص حد عنده مشكلة في ال 7 segment ازاي يتعامل معها؟ تمام. بس انا ممكن بقى اعمل حاجة اوكي ماشي خلاص، احنا دلوقتي مش لازم نقولها دلوقتي لما ناخد الافيز، بس عامه الكود ده اللي عاوز بقى يكمله ديت كده دو كومبليت هنا كومبليت ذا رينيمينج numbers. فالassignment دلوقتي ايه؟ ان انت في الجي باي او driver dot c ده او driver dot h هتيجي هنا في التدو ده
هتزود البوت سي والبوت دي ونفس الكلام البوت سي والبوت دي، وبعدين تيجي هنا. وهنا احنا ما التزمناش قوي بالباشمهندس كان عاوزه. هنا اللي بيقول الفانكشن shall not have a return، يعني الفانكشن مش هتريتيرن اي حاجه. هنا بيقول في الجي باي او كونفيج بندي، احنا قلنا ايه؟ قلنا هنا في الدوت اتش هنا كده هي مش هتريتيرن حاجه، بس هو كان عاوز الفانكشن دي the function shall check the initialized configuration of the requested bin argument. يعني هو كان عاوز في الفانكشن دي كده اول حاجه check if the bin is output. ازاي تشيك ان البين اوتبوت دي هتعملوها؟ حد يعرف يقول ازاي تشيك ان البين اوتبوت كلوجيك كده بس ان البين دي كونفيجرد از اوتبوت؟ هنريد البيت الموجوده في اللي هو الاوتبوت تايب ريجستر بالظبط كده. لو انا رحت في الاوتبوت تايب ريجستر هريد تو بيتس، لازما التو بيتس، ولازما لما بيدي التو بيتس يطلع لي ان هي الفاليو بتاعتهم واحد، او اللي هي اول بيت واحد وتاني بيت بصفر. فانا هبيد على حسب البين نمبر اللي جاي لي الريجستر ده واشوف الفاليو بتاعته هي 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3. او الفاليو لو الفاليو 1 فساعتها كده اللي هي configured as output، ومعنى كده لو هي لو الاف لو البيت هنا احنا هنحط كونديشن هنا لو البن از اوت بوت ساعتها انا هعمل اللوجيك بتاعي إلس ريتيرن نوت. هو كان بيقول انا عاوز ريتيرن not okay. ايه not okay بقى دي؟ وهنا هتعمل اللوجيك بتاعك وتريتيرن اوكي. الاوكي والnot okay ده احنا هندفاينهم برضو في الجي باي او، فاحنا هاش ديفاين اوكي بزيرو وهاش ديفاين نوت اوكي بون بس. فالمفروض احنا هنديفاين الحاجتين دومت، انا بسهل عليكم اهو. وبعدين نروح هنا لتشيك هنشوف انتوا هتعملوها بقى ازاي، وبعدين تعمل اللوجيك بتاعت وترتيرن اوكي. وبعدين لو هي اصلا مش كونفيجرد از اوتبوت فاحنا مش هنعمل اي حاجه ونترتيرن نوت اوكي على طول بس. فدي هنعملها. يبقى الاسايمنت هنا ده اللي كان مفروض يتعمل دلوقتي بس عشان الوقت برضه ان احنا هنكمل الحاجات اللي اتعملت ديت ان هي الاوكي ونوت اوكي ونكمبليت التو دو اللي انا بعت البروجكت فيها. وبعدين الاسايمنت اللي هيتسلم بعد اسبوع كنا احنا الاسايمنت 3 اللي هو مبعوت على لاب 3 اللي هو بتاع الريد البوتون وبعدين انكريمنت على حسب الار جي بي ريد اللي احنا هنطلقها. فاحنا كنا في لاب 3 كنا بنعمل ايه؟ كنا بنستخدم اسماء الريجسترز بقى ونقعد نميد ونسيت والكلير وكده. فدلوقتي خلاص احنا مش هنستخدم اسماء الريجستر، احنا هنستخدم الجي بي اي او درايفر اللي احنا عملناه وهنزود فيه فانكشن اسمها ريد بن. انتوا هتزودوها هتيجوا هنا كده هتعمل function اسمها void جي بي اي او read bin دي بتاخد البوت نيم والبن نمبر. والمفروض هل المفروض ترجع void
انا بريد فبريد المفروض اكسبكت دلوقتي يرجع بقى ريزم المفروض يرجع انسايند خلاص انتوا هتعملوا الامبلمنتيشن بتاعها كمان وتستخدم يعني انتوا ايه اللي انتوا هتعملوه في الجي بي اي او درايفر هتكملوا الدوتوز وتزودوا الفانكشن دي وبعدين في المين دوت سي هتكملوا 7 سيجمنت فكده الاساينمنت ده بتاع اللاب تمام وبعدين نروح على اللاب اللي فات نضيف فيه الجي بي اي او درايفرز اللي احنا عملناه ده بالفانكشن اللي تكون ايفيت بين اللي احنا عملناها ونشيل اي حاجه كانت عليها علاقه بالجي بي اي او ونحط الفانكشن كولز بتاعه الدرايفر كده واضح. اه تمام. هو انا بس في حاجه الحته اللي احنا بنريترن فيها اوكي او نوت اوكي مش المفروض الفانكشن اصلا void؟ ما احنا هنا هنعدلها إيه؟ هنقول ان اه تمام تمام وانا تمام. انا قلت ان انا ما التزمتش انتوا اللي هتلتزموا بقى. اه تمام انا عاوزكم انتوا اللي تتشكوا وانتوا تعملوا شويه حاجات تمام. اللاب كان دلوقتي انتوا شايفين اللاب يعني حلو ولا في حاجات تقيلة ولا اول ما تسمعوها او كده؟ لا انا شايفه تمام. تمام يعني اللاب برضك ريكورد تمام وبرضك اللي مش فاهم حاجة على تيمز في اي وقت ما في يعني اي وقت انتوا تحبوا تكلموا على تيمز ممكن تكلموني ما فيش اي مشكله. تمام شكرا يا باشمهندس. والله تمام شكرا يا باشمهندس. عفوا انا دلوقتي هرفع بقى الحاجات اللي احنا كتبناها دي والاساينمنت هنزل الاستيتمنت دي يعني الديدلاين وكده. تمام جامد شكرا مع السلامه. باي.